بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله على كل الحضور، الضيوف والمشاركين من داخل المجموعة ومن خارج المجموعة. الحقيقة أنا سعيد جدا جدا اليوم بأنه نحن عندنا تقريبا مبادرة جديدة، اللي هي أنه حولنا بعض النقاش اللي كان بيدور من خلال الشات لندوة تفاعلية، وهي في المقام الأول ندوة علمية حقيقة فيما يختص بموضوع خروج اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الندوة يعني حتتحرك باعتبار أنها panel discussion. أنا الحقيقة سعيد جدا جدا بأنه يشارك معي ثلاثة من الخبراء، حقيقة كل واحد فيهم عبارة عن بيت خبرة كامل في المجال الذي سيتحدث فيه. كلهم له باع طويل في مجال الاقتصاد والبوليسي ميكينج، وعمل في كثير من المجالات داخل وخارج السودان. فأنا سعيد جدا جدا يكون معي من اليسار لليمين كما تشاهدون الأخت الدكتورة سبنة إمام، وهي باحثة بعد شوية حنخليها تقدم نفسها بنفسها. والأستاذ فاروق النور أيضا رجل له باع طويل وله ورقة مكتوبة في هذا المجال، في هذا الموضوع بالذات اللي هو مسألة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتنبأ ببعض الأشياء وكتب فيما بعد يوم 14 نفسه في نفس الموضوع. فأنا سعيد جدا جدا أنه هو حيدينا نظرة حقيقة ثاقبة ومفيدة جدا جدا في هذا المجال. أيضا معنا الأخ صلاح إدريس. الأستاذ صلاح إدريس أيضا من الناس اللي لهم خبرة سنين وسنين داخل وخارج السودان، ويعتبر من الخبراء في مجالات التمويل والاستثمار والبنوك والديجيتال انوفيشن. ايضا انا مدير الجلسه، معكم جمال كامل عبد السلام. افتكر بالنسبه للناس اللي داخل مجموعه الباحثين معروف حاليا، كنا لقينا بعض المحاضرات سابقا، والحمد لله يعني اسعد بوجود واداره هذه الدوله الدورة. في أشياء مهمة جدا عايز أشير لها. أنا ملتزم فعلا بأن هذه الجلسة تستمر لمدة ساعتين تماما، فأحب أن أشير لبعض القوانين اللعبة زي ما تقولوا. هذه الجلسة يتم تسجيلها وهي تعرض مباشرة حاليا في الفيسبوك، فبالتالي أي واحد يعني يحس بأنه هذا الشيء لا يناسبه فأفتكر أنه يستطيع أن يقرر. حتى أنه نحتفظ بالإطار الزمني، فكل واحد من المتحدثين الأساسيين له 15 دقيقة يتحدث فيها، وسنحاول أنه نبعث إشارة قبل نهاية الزمن تقريبا حوالي بعد 12 دقيقة، حتى أنه الواحد يعرف أنه الفترة قد انتهت. المعقبين بروفيسور صادق وبروفيسور علام يعلقوا على الثلاثة متحدثين في 7 دقائق تقريبا، ونفتح بعد ذلك المجال للحضور بالتعليق وبالأسئلة وبالإضافات. طبعا احنا يعني الثلاثة متحدثين هم يمثلوا مخ النقاش، ولكن طبعا هذه المجموعة فيها كثير من العلم والعلماء نريد أن نسمع رأيهم ويضاف لهذا النقاش. أيضا أريد أن أشير أنه كل واحد مسؤول عن الكلام اللي هو بيقوله، هو يمثل نفسه ورأيه العلمي الخاص، ولكن يضيف للرأي العام في هذه المجموعة.
كما ذكرت، الندوة إطار علمي في المقام الأول وليس حزبي أو سياسي أو جهة أو أي شيء. وكما هو معتاد يعني البرودكت من هذه الجلسة، هو الغرض منه إعداد محتوى علمي يستطيع أن يفيد في دفع عجلة الاقتصاد وعجلة التنمية داخل السودان، فبالتالي هو متاح لأي شخص يستطيع أن يستقي ويستطيع أن يرجع للمتحدثين أو إلينا في أي وقت حتى يستفيد من هذا الكلام. أنا أفتكر، حتى أنا في البداية كنت عايز أعطي تمهيد لهذا الكلام، ولكن أفتكر أحسن بداية نستطيع أن نبتدي بها هو كلام السيدة وزيرة المالية، اللي أول يوم يوم 14 نفسه خرجت بهذا البيان اللي ستوقيه حاليا، فيه تقريبا توقعاته هي كوزيرة المالية المكلفة، وفيه بعض الأشياء الإطارية حوالين هذا الموضوع. فأحب إنه الفيديو عبارة عن 5 دقائق، إن شاء الله قد يدينا بداية النقاش. ما هل مسموع ولا ما مسموع؟ لازم يكون شغال بسبيكر من عندك يا باشمهندس عشان يكون يرجع كإنبوت تاني. لو انت شغال بسماعة هيدسيت ما هيسمع للناس. اوكي، then this is a problem. اوكي، يبقى لازم اتخطى هذه المشكله لانه السبيكر. وغالبا الناس كلها شافته يعني. ايوه اوكي طيب. هايلايتس هاي نعم. سوري، اذا يعني this is a hiccup، ما في مشكله، ولكن طبعا الخلفيه انه نحن من يوم 14 يعتبر السودان رسميا خارج القائمه، وانا حقيقه كنت اتابع يوميا القائمة موجودة في الصفحة الرسمية للحكومة الأمريكية، وفعلا اسم السودان خرج حاليا من هذا الإطار. وأفتكر الشيء المهم جدا جدا إنه إحنا كنا متوقعين هذا الشيء، وطبعا نحن نتوقع إنه يكون في استعداد من يعني الجانب الإداري والجانب الاستراتيجي وكل الجهات، بحيث إنها تبدأ مباشرة في عمل يعني يستفيد من هذه الخطوة ويستفيد سريعا. طبعا الخطوات ممكن تكون من جانب الحكومة، ممكن تكون من جوانب أخرى، من جوانب البرايفت سيكتور ولا المساعي لاستدراج الاستثمار لداخل البلد. فأنا حقيقة أريد أن أبدأ حسب التسلسل الآتي. أخونا الأخ فاروق كمبريسي هو زي ما ذكرت في البداية له ورقة مكتوبة، وأريد أن نسمع رأيه في هذا الموضوع. فأنا أوقف الشيرينج الأخ فاروق ونستمع إليك إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الجميل والكريم، شكرا جزيلا لتلبيتكم الدعوة لحضور ممكن تسميه يعني جلسة مفتوحة أو جلسة حوارية مفتوحة. وشكرا باشمهندس جمال والشباب الأعزاء. طبعا أكيد عندنا تقيد بالمسألة بتاعت الزمن، فصراحة يعني الواحد سعيد جدا جدا بالحاجة اللي حصلت في يوم 14. أنا كنت متوقع، ومبروك للسودان. أفتكر إنه دي يعني نقلة كبيرة جدا جدا، لكن في الأوراق تبعي اللي هي الورقة باللغة الإنجليزية عن يعني how Sudan delisting from state of sponsored terrorism will affect the economy، والورقة الثانية اللي هي ما هي الفوائد المتوقعة، عملت زي ديسكليمر إنه قلت الفوائد دي بتعتمد على تجويد الحكومة الانتقالية والجهاز ذات الصلة للأساينمنت الداخلي. يعني دي سيجنال ان احنا جاتنا من برا، لكن نحاول نلتقط السيجنال ونشتغل صح، لأن هذه فرصة ذهبية جدا جدا. طيب، حتى بعد ذلك
مشيت للورقة طبعاً فيها أربع حاجات أساسية four blocks. ركزت على الأثر الممكن يكون إيجابي على المؤشرات بتاعت الاقتصاد الكلي، وفي الورقة طبعاً يعني عملت جراف لشكل المؤشرات والتحسن اللي حيحصل. برضو ركزت على الموضوع بتاع الدين الخارجي، وأوريدي عملت ورقة متنبئة إنه العقوبات يعني حنطلع من يحصل يعني إلغاء لتصنيف السودان، وبنيت يعني سودانز باث تو ديت ريليف، يعني حددت مسار السودان لمسار تخفيف أعباء ديون السودان وبخطوات تكنيكال واضحة. الحاجة العنصر الثالث اللي هو إدماج النظام المصرفي والمالي مع طبعا النظام المصرفي الإقليمي والدولي. والحاجة الرابعة ودي شوية بتعتمد على الخطوات الفاتت، يعني اللي هي الـ FDI الـ Foreign Direct Investment، لأنه عنده مطلوبات متعلقة بتحسين البيئة الداخلية وتحسين المؤشرات، وبرضو الاستمرار في مسار الدين وإدماج النظام المصرفي. بعد ذلك ممكن تهيئ البيئة للـ Investment الأجنبي بشكل جيد. لو بدينا بالأثر السلبي الواجهة الحكومة وما أنجزت، والوضع الحالي هو يعني لا يسر. طبعا بعد سقوط النظام في أبريل اللي هو يوم 11 أبريل، أكيد الناس مشت لمرحلة جديدة، وبعد الاحتفالية والاحتفاء والفرحة وكذا أكيد تحولنا كلنا لوات نكست، يعني القادم هو شنو. فلما خلاص تم التوقيع على الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي وكذا وتشكلت الحكومة في سبتمبر، أكيد الحكومة واجهت تحديات كبيرة جدا جدا. طبعا تحديات داخلية اللي هي الهيوج انفورمال ايكونومي، طبعا حجم الاقتصاد الرسمي غير الرسمي كبير جدا، بما فيه طبعا الاقتصاد الموازي، وطبعا احدى التركات الثقيله جدا اللي هي تركه نظام الانقاذ اللي هي ادراج السودان في قوائم الارهاب، وقدره الحكومه على التواصل مع العامه عشان تقدر تنفذ برنامج اقتصادي ممكن يعمل تحسن. المؤشرات طبعا كلها بعد ذاك ديتيريوريتنج صراحه من يناير 2020 لحد الان لحد توداي. طبعا التضخم في المتوسط لمتوسط الفتره 143%، ولنوفمبر 254%، طبعا متاثر باصلاح دعم المحروقات في اكتوبر. اكيد الاكسشينج ريت الموازي عامل يعني عمايل خطيره جدا جدا، يتخطى حاجز ال 250، واكيد طبعا بسبب الاختلال في الميزان الخارجي وبرضه الميزان الداخلي واللي هو ضعف تعبئه الايرادات. طيب لو اخذت حاجه اساسيه في القطاع الخارجي تحديدا والمساله بتاعه بغاء السودان في القائمه قبل 14 اكتوبر، كانت على الدوام هي مزعزعه جدا جدا للمساله بتاعه الاستقرار في نظام التجاره الخارجيه وسعر الصرف. وحتى الـ IMF يعني concludes إنه يظل يعني نظام سعر الصرف يعني 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 مشوهاً، وطالما إنه السودان مدرج في قوائم الإرهاب ودي reality يعني. طيب نجي للـ دل problem كلها ده قبل يوم 14. بعد يوم 14 التوقعات هي شنو؟ طبعاً التوقعات يفترض تكون كبيرة جداً، لكن بتعتمد على قدرة الحكومة في إدارة الخطوات الجاية. بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية الكلية، طبعاً نحن عارفين إنه أخطر يعني مشكلة كانت مواجهانا إنه نحن بنعمل تعويض لفجوة التمويل الخارجي بالتمويل الداخلي في شكل طبعاً تغطية العجز، في شكل استدانة من البنك المركزي، طباعة أدوات دين داخلي، شهامة، ضمانات، تمويل البنك الزراعي، كانت دي كلها، والطباعة عشان شراء الذهب وكذا، دي كلها نحن بنصنفها في البنك المركزي بأنه يعني كوازي فيسكال اكتيفيتيز اللي هي أنشطة شبه مالية بقوم بها بنك السودان on behalf of وزارة المالية، وبتأثر طبعا أكيد على الاوتكم الاقتصادي في شكل التضخم وسعر صرف. الآن
بعد خروج السودان من القائمة والتويتة بتاعة وزير الخزانة الأمريكي يعني ستيفن منوشن، وقال إن إحنا حنساعد السودان وحنساعده في يعني الملف بتاع الديون وتصفية الديون، وفي كلام كثير جدا جدا ووعود من أمريكا والمجتمع الدولي عمل سبورت. جاتنا وكالة التنمية الفرنسية اللي كانت رافضة إنه تجي قبل العقوبات، جات دخلت في 3 year program إنه تعمل إصلاح للجهاز المصرفي بدءا من بنك السودان، وجابت الخبراء. ففي لمحات يعني بدأت تظهر، وشكل الاندماج في المجتمع الدولي بقى يظهر. أنا حأتكلم هنا عن إنه المتوقع إنه أنا بتوقع إنه خروج السودان من قائمة الإرهاب ممكن يساعد السلطات في إنه ترسم سياسات مالية، من طبعا فيسكال بوليسي واللي هي نقدية مونيتري بوليسي، بشكل أفضل، طالما إنه نحن بنتوقع إنه في تحسن في صافي الأصول الأجنبية البرة بتاعت البنك المركزي، يعني بسبب النت فورين أسيتس لأنها هي ديتيريوريتنج قبل العقوبات، وبنتوقع إنه تتحسن نوعا ما، لأنه السودان فعلا محتاج بوش كبير جدا جدا من برة عشان يغطي لنا فجوة التمويل الخارجي الاكسترنال فاينانسنج جاب. ونحن لو شفنا نسبة الصادرات الواردات بنلقاها 44%، معناها شنو؟ معناها عندنا جاب بتاع 56% يفترض نحاول نموله، يعني عشان يسد لنا العجز بتاع الميزان التجاري بتاعنا العامل لنا مشكلة كبيرة في الكرنت اكاونت اللي هو في الحساب الجاري. وبسبب 44 ل 56 انه وصل عجز الحساب الجاري بتاعنا الكرنت اكاونت ل 13% في 2019، which is بعيد جدا جدا من السستينابيلتي، ما سستينابل، ما مستدام. يفترض الحدود الامنه تكون 5% من الجي دي بي. طيب بسبب غياب برضو الموارد الخارجية وفجوة التمويل الخارجي، اضطرينا نغطي عجز الموازنة بأدوات الدين الداخلي، وعجز الموازنة معانا يعني أسي الآن عامل ممكن يكون يقفل ب 8-8 ممكن 8% من الجي دي بي، أو حتى يمشي إلى 15% بعد الكوفيد. فمعناها برضو عندنا مشكلة بتاعت عجز في الموازنة، لأنه كنا قاعدين نغطيه من الموارد الداخلية نتيجة لفجوة الموارد الخارجية. فبنتوقع انه واحده من البشريات الكويسه بعد يعني الغاء تصنيف السودان من القائمه، نتحصل على دعم خارجي مقدر يخلينا ما نعتمد على تمويل العجز بالادوات والوسائل الداخليه. الحاجه الثانيه المهمه جدا جدا برضو نتيجه للخطوات يعني والتوقعات الايجابيه، ممكن نقدر نسيطر على التشوهات وهي الاختلالات في الميزان الحساب الخارجي عموما الاكسترنال سيكتور امبالانسز. وتحديدا هنا انا قاصد انه ممكن نحصل على بوش دعم مالي كويس لو الامور مشت بشكل جيد، عشان نقدر نرسم سياسه لشكل سعر الصرف، لانه الان النقاشات تودي في الموازنه انه في تحدي كبير جدا جدا انه الناس تستمر على المانجد فلوت المرن المدار الفيرشوال فيكست السعر الثابت حاليا، ولا تمشي على سعر معوم وحيكون فيه اثار يعني خطيره جدا على التضخم، ولا تعمل ايش؟ يعني لحد الان في انسر يعني محتاجين نشوفه انه ما هو سعر الصرف الامثل. فافتكر انه خروج السودان من القائمه قد يكون عنده اثر كويس جدا جدا عشان يساعد البنك المركزي ووزارة المالية انه ينتهجوا سياسة كويسة بشأن سعر الصرف. ونحن عارفين انه سعر الصرف من اهم المتغيرات في المونيتري بوليسي ترانسميشن ميكانيزم، يعني محرك اساسي لآلية انتقال السياسة النقدية، بمعنى انه اذا سعر الصرف الموازي يتحرك بشكل كبير فبالتالي طوالي بيظهر لنا فيه الانفليشن وبأثر في العلاقات المتغيرة الكلية. الحاجة الثالثة اللي ممكن نستفيد منها من موضوع العقوبات الدين، وده برضو بيفتح لنا يعني 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 فرصة كبيرة جدا، لأنه الآن الدين السودان مستوفي فقط إنه التزم مع الصندوق يعمل ستوب مونيتري بروجرام اللي هو يعني برنامج مراقب S&P لمدة سنة، والسودان لازم يعمل تراك ريكورد، يعني لازم يعمل أداء مرضي على صعيد السياسات،
ويلتزم بالكونديشناليتي اللي هي المشروطيه بتاعت انه اصلاح دعم المحروقات، ولازم يعمل سياسه جيده في مجال سعر الصرف، ولازم يحسن الصادر، يقلل الطباعه بتاعت السنترال بانك، ويحافظ على يزيد الايراد الضريبي، وفي كميه من المؤشرات الكميه اللي هي نحن نسميها الاستراكشرال بنش مارك، وفي كميه من الانديكتيف تارجتس برضو المؤشرات اللي هي الاهداف التاشيريه يفترض يستوفاها البرنامج عشان يكون مرضي هذا البرنامج، ويقيم الصندوق عشان يدينا نقاط كويسه على ويكون واحده من الحاجات اللي ممكن تقربنا لناخذ انه القرار بتاع نقطه قرار الهيبك اللي هو فيها خطوات. طيب صحيح. السودان عشان يكون مؤهل يخش الهيبك لازم ينفذ برنامج الهيبك، طبعا اخواننا مبادره الدول الفقيره المشغله بالديون، لازم ينفذ الاتفاق مع الاي ام اف بشكل جيد، لازم يعيد حاجه اسمها الوثيقه المرحليه لخفض الفقر اللي هي الاي بريم، واسل جهاز المركز للحس شغال فيها، حتطلع في 2021، وصل نحن عملناها في 2013 وعملناها في 2009. السلام والديمقراطيه والحكم الرشيد اوريدي الحكومه وصلت لاتفاق سلام مع بعض حركه الكفاح المسلح، وتبقى طبعا القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور، والحكومه ماشيه في المساله بتاعت الديموكراسي والشفافيه. فضلينا ثلاث حاجات عشان نستقل من القصه دي، انه الغاء تصنيف السودان بسبب القائمه فتح فرصه العمر في انه ان احنا يعني نحصل على يعني السيجنال الاشاره من الولايات المتحده عشان نقدر نصل الدائنين الرئيسيين، وخروج السودان من القائمه بيساعدنا في انه نحصل على المساعدات الضروريه عشان نسدد بها الديون السياديه للاي ام اف وبنك التنميه الافريقي والبنك الدولي عن طريق قرض تكسيري بريدج لون او قرض معبري. امريكا التزمت حسب كلام بلومبرج وحسب كلام وزيره الماليه انه امريكا التزمت بمليار دولار، مليار، فضل مليار ونص اللي هو بنك التنميه الافريقي من نص مليار، والبنك الدولي مليار، علينا 2 مليار ونص او تقريبا 2 مليار و600 مليون دولار. دي ديون سيادية لازم تسددها، يعني الحكومة السودانية تمشي تفتش أصدقاء عندهم مغدرة مالية زي النرويج، زي الإمارات، زي قطر، السعودية، أمريكا، بلجيكا، وتيفر شركاء، يقوموا يسددوا لنا المديونية دي عن طريق البريدج فاينانس. كيف الآلية؟ إنه مثلاً الليلة نحن حصلنا على الأموال، حنرفع للمؤسسات الطالبان الفلوس مباشرةً، وبعد 48 ساعة القروش دي بترجع لأهلها، ده اسمه البريدج فاينانسينج. بعد ذاك المؤسسات دي حتجدول المديونية عليك من جديد، يعني كأنك انت خطيت القروش دي عندهم ليومين ورجعتها لأهلها، وكده بعد تستوفى كل المسائل الفنية دي وتدفع الديون السيادية immediately انت بتكون مؤهل لستيب 1 اللي هي الهيبك ديسيشن بوينت اللي هي نقطة قرار الهيبك. وهنا لما يدفعوا لك بالبريدش لون انت بتكون مؤهل تحصل على تمويل ضروري للتنمية، وتحصل على قروض ومعونات، لانه اساسا خروجك من القائمة معناها بقى القانون بتاع المساعدات الاجنبية للدول اللي هو الفورين اسيستنت اكت ما بينطبق عليك خلاص، يعني انت طلعت منه، لانه زمان كانت الولايات المتحدة بتعترض في انه انت تاخد اي شيء من البنك الدولي و الصندوق وحتى بنك التنمية الأفريقي لأنه هي برضو شير هولدر فيه، وبتحرمك من أنه تحصل على أي لونز أو مساعدات عدل إنسانية من الولايات المتحدة الأمريكية. فأسي الآن أنت خلاص طريقك سالك، يعني أخذت الهيبك بتشي للمنطقة القصة بتاعت الكمبليشن بو نقطة الاكتمال، وبالتالي بتطلع من الدين، وبعد ذلك السودان مؤهل انه يعفلوه 70% من الدين اذا وصل لكل الدائنين بتاعينه بشكل جيد، يعني نتوقع اعفاء زي 42 مليون. النقطه طيب FDI. FDI طبعا بيعتمد على الحاجات اللي انا سردتها فوق، تحسين البيئه الداخليه، تحسين مؤشرات مناخ الاعمال الدون بيزنس، تخفيف المديونيه الخارجيه لانها بتقلل لك الكونتري ريسك والديت ريشيو، دي مهمات اساسيه، وتعمل استقرار اقتصادي بمعنى انه تمنج الاكسشينج ريت والانفليشن بشكل جيد وتعمل جروس بشكل جيد، عشان كده الاف دي اي في بيئه مستقره حيجي، وده كله الورقه يعني. وشكرا جزيلا. الله يبارك، شكرا لك اخ فاروق. في دقيقه
يعني حسب السرد اللي انت استردته، طبعا احنا كنا انت متوقع كل هذه الاشياء. هل تعتقد في يعني نظرتك الفاحصه ان احنا الان يعني في موقف جيد جدا انه نتخطى هذه العقبه ونستفيد من فرصه العمر اللي انت بتتكلم عنها؟ في دقيقه لو سمحت. أنا بشوف إنه الأساينمنت بيعتمد علينا نحن داخليا الآن الكورة في ملعبنا. يعني أنا حتى في الورقة أنت لو شفتها قلت يا أخي إنه هي جيم تشينجر، يعني هي هتغير قواعد اللعبة بالنسبة لنا إذا نحن لعبنا اللعبة صح. وبتعتمد نعم. على المسألة بتاعت الجيم ثيوري، يعني الاستراتيجيك موف بتاعت ناشي إكوليبريم. يعني لازم نحن يعني نتخذ القرار الاستراتيجي. اكيد طبعا في كوست على المساله بتاعت التحرك دي، وفي علاقات، وفي طبعا تطبيع، وفي مسائل. لكن على الاقل انت يفترض تشتغل استراتيجيكلي، بمعنى انه الفرص المتاحه عندك الان تحاول تستغلها للاخر، تعمل برنامج بتاع اصلاح قوي جدا، تعمل موازنه ممتازة جدا، تعمل بروجرام اقتصادي ممتاز جدا، عشان البروجرام ده لما توديه لزول للناس الخارجيين للتاكس بايرز، يعني للحكومات الدافعي ضرائب بيدفعوا لتنميتهم جوا، دافعي الضرائب يكونوا مقتنعين انه فعلا السودان عمل ريفورم جيد وعمل اصلاحات اقتصادية جيدة، وهو جدير بعد ذاك بالمساعدة والانفتاح، وحتى ممكن نحن يعني نتفاوض مع بنوك برا تجي تساعدنا في نقل التكنولوجي واشياء كثيره. يعني فانا طيب انه مبدئيا متفائل مبدئيا. يعني الله يبارك فيك، شكرا لك. فأخ صلاح ادريس، زي ما سمعت انه الكوره في ملعبنا، وانا اتخيل انه المرحله دي بالذات مرحله بتاعت بيست نيجوشيترز، لانه طبعا بنتكلم عن الديون، بنتكلم عن انفستمنتس عايزين نصل لها، وعايزين استثمارات، وعايزين الحركه بتاعت التنميه والتنميه تتحرك للامام سريعا جدا. فلذلك انا يعني اتحول لك لاسمع رايك في كيف نحن نتعامل مع هذه المرحله حتى نستوفي الشروط ونطلع نظيفين ونستمر من غير خسائر زي ما تقولوا، ونكسب اللعبه. You are muted أخ صلاح. ألغي الأميوت صلاح، أنا أديتك أميوت، أعمل أميوت لروحك. حاضر طيب كده ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا. أولا أبدأ بسم الله وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وأحيي الجميع المشاركين في الندوة، وأحيي وأشكر القائمين على منتدى التخطيط الاقتصادي، ثم أشكر أخي المهندس جمال على طرح هذه الأسئلة المهمة في هذا التوقيت المهم في تاريخ السودان الجديد الذي يتشكل الآن. يعني وابتداءً، وكما نعرف جميعاً، يعيش السودان هذه الأيام أحداثاً عظيمة تزامنت مع بعضها كلها، اللي هي منها أولها ثورة الشباب وثورة الشعب العظمى التي يعني أطاحت بالنظام السابق، وتوقيع أهم وأشمل الاتفاقيات المؤخرة يعني من السودان والجالب للسلام، الاتفاقية المؤخرة الأخيرة حبيت السلام، والحدث الأخير المفرح جداً وهو الأكبر يعني هو رفع العقوبات الاقتصادية والمالية نهائياً عن السودان، بعد ما كان في كذا مرة وكذا محاولة، فكانت كأنما هجم النمر وهجم النمر. وتذكروا زمان في المطالعة في شيء زي ده، وكان كل ما رفعت العقوبات الناس ينتظروا شوية وهو لسه ما رفعت، إلى أن حصل الرفع الأخير بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والحمد لله على ذلك. كذلك يعيش السودان والعالم كله حقيقة حالة سالبة جداً جداً، وهي جائحة الكورونا ذات الأثر السالب على كافة أوجه الحياة، وخاصة ديناميكية الحركة الاقتصادية والمالية، يعني بين قوسين حركة السعي وراء كسب العيش. وللإجابة على سؤالك المهم يا أخي المهندس جمال، أنا حأقتصر حديثي على الحدث الأهم الأخير
وهو رفع العقوبات عن السودان، ومآلات ذلك والأمل من وراء النتائج الفورية والبعيدة الأمد. إن أول ما يتبادر للذهن من مآلات رفع العقوبات عن السودان هو عملية الالتحاق والاندماج في النظام المالي والمصرفي العالمي بأسرع ما يمكن. دي من أول الأشياء اللي تخطر بالذهن، حتى أنه يتأتى بعدها الفوائد الأخرى، وأولها بدء مثلاً رفض الاحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وذلك من التحويلات الواردة للسودان من المغتربين ومن المستثمرين والداعمين ومن القروض زي ما ذكر أخونا فاروق قبل شوية، بعد ما يكون السودان يستطيع أن يسحب من حقوق السحب حق من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذا، وكذلك الرسوم السيادية مثل رسوم الموانئ وعبور الأجواء، وكل هذه الأشياء تمدح بعد كذا فريلي يعني تدخل إلى السودان. وكذلك ومن أهم الأشياء بدأ التصدير وتحصيل عوائد الصادر وفتح اعتمادات المستندية للاستيراد وتسديد قيمة الواردات، كله ده عن طريق النظام المصرفي وبالباب الواسع وبالباب المعلن وفي الضوء يعني بدل ما كان بيتم في الماضي بالطريقة الماضية يعني. كذلك إمكانيات البيع والشراء عبر أنظمة التجارة الإلكترونية وإمكانية حجز في شركات الطيران والقطارات والأوتوبيسات، ده كله يتبادر للذهن في أنه مآلات رفع العقوبات حيجيب الأشياء دي كلها، وحتى أن أي سوداني جوا السودان يحس أنه بقى جزء من العالم يمارسه الآخرون في من تطبيقات الأنظمة المالية والمصرفية. لكن للإسراع في تحقيق كل ذلك، هل تم تحقيق ذلك؟ لا، اليوم لا، ولا بكرة ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر، يعني الأشياء بتحصل شوية شوية. ليه؟ لأنه في أشياء متطلبات لازم من اتخاذها وإجراءات لازم عملها. لذلك للإسراع في تحقيق كل ذلك هناك إجراءات المفروض اتخاذها وبأسرع ما يمكن، ومن قبل مين؟ من قبل القائمين على أمر جهاز النظام المصرفي والمالي، وطبعا بقيادة البنك المركزي، بنك السودان المركزي، كون الجهة المنظمة والضابطة للمجال، في ثم بعد ذلك إدارة البنوك التجارية وهيئة سوق المال وشركات الاستثمار المالي والوساطة وشركات الوساطة المالية والاستثمارية وشركات التأمين، ده الإيكو سيستم حق النظام المالي والمصرفي في السودان. كله لازم أن كل واحد يعمل ما يليه من إجراءات وتجهيزات حتى أنه تتناغم كل المكونات دي. فمثلاً أنا أدي أمثلة للأدوار المنتظرة من كل مكون حتى أنه يتحقق الشيء المآلات المطلوبة والمرجوة يعني. فمثلاً بنك المركز السودان المركزي يجب أن يقود التحول الرقمي في المجال المالي والمصرفي وبسرعة وبقوة، والعمل على كافة مع كافة الجهات ذات العلاقة والمصلحة زي مين كذا. فقط للمثال يعني وزارة المالية، وزارة المالية وقود تعمل مع البنك المركزي مع المصارف وكذا في جمع في تحويل جمع مستخلصات وزارة المالية كلها عن طريق النظام الرقمي حتى تجني الفوائد وزارة المالية والبنك المركزي من عدم أو يعني تقليل أهمية أو الحاجة عفوا الحاجة لطباعة النقد الورقي وكل ما له من مثالب يعني من إغراءات حقة التزوير، شيء زي ما بيقولوا الآن يعني مؤخر إنه تجي شحنات من دول مجاورة في الشمال في الشرق داخل البلد طباعات غير أوثرايز، بالإضافة لأنه الكتلة النقدية نفسها الورقية ممكن جدا تتسرب إلى خارج النظام المصرفي، فتوفير كل التكاليف اللي تخص تأمين الأموال دي ونقلها وترحيلها من محلات إلى محلات يعني سواء كان القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فدي كلها جني الفوائد دي كلها بإنه يتحول الناس إلى النظام التشغيل الرقمي للتحصيلات ذات المالية، وهي القاطر اللي تجر وراها كل الإنفاق في قصد الحركة المالية والاقتصادية والمصرفية في السودان. ثم بعدها تحديث
واستحداث، يعني إما تحديث أو استحداث القوانين واللوائح والمنظمة والمحفزة، أهم الشيء المحفزة للخلق والإبداع في شركات الفينتك الفاينانشال تكنولوجي كومبانيز اللي ممكن تضيف تغطي الفجوة اللي بين القطاع الخاص والنظام المصرفي والبزنس سيكتورز، يعني كلها في مجال بيشتغل فيه وتبدع فيه شركات الفاينانشال تكنولوجي. لكن البنك المركزي برضه مفروض عشان يتيح الإبداع في المجال ده ممكن يتبنى نظرية الساند بوكس، واللي هو إتاحة البيئات التجريبية للشركات دي عشان تشتغل تحت عين البنك المركزي وتحت إشرافه، واللي ينجح فيها يخرج إلى أنه يشتغل على المدى الأوسع كجهة محترف فيها ضخمة وتشتغل في وتؤدي دورها. لكن الضبط حق البنك المركزي لا يجب أن يكون خانق حتى أنه يقتل الإبداع، أو كمان يكون متراخي يؤدي إلى الترهل أو إلى بعض الممارسات غير الحميدة يعني. ثم ثانياً البنك المركزي برضه المفروض يعني بدمج البنوك الصغيرة المملوكة للدولة لتكوين كيانات أكبر شوية، تكون جدواها من تشغيلها أكبر، يعني حتى في التمويل وفي تشغيل الناس وفي تطبيقات المالية التقنية والرقمية، يكون في جدوى من إنها الأحجام تكون أكبر فتتسع الملاءة التمويلية وكل ما يليها. وكذلك الترخيص، أنا يعني من مقامي هذا أدعو إذا في حد يسمع أو يوصل يعني البنك المركزي ضروري إنه يوافق أو يرخص لبنك المغتربين كبنك جديد، يعني ما إلا يلزم المغتربين إنهم يشتروا بنك قائم وكذا. فيعني الأفضل والأحسن هو التصديق للبنك المغتربين، يعني يكون بنك جديد حتى إنه يبدأ من الصفر ويهندس ويصمم ليكون بنك حديث، بنك غالباً يكون رقمي لدرجة كبيرة جداً إذا ما 100%، فحتى إنه يدرب دلو مع باقي البنوك. وقطعاً حيكون رأس ماله كبير لأنه المشاركين المساهمين اللي فيه هم المغتربين، والعملاء اللي فيه هم المغتربين نفسهم، وبذلك أيضاً يخدم الداخل من كعملاء أو كمستثمرين يعني ما فيه. فالموضوع المهم التالي هو أن يعمل البنك المركزي مع وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة لإدخال نظام التطوير العقاري والبيع على الخارطة. وأنا دائماً بنادي بالحتة دي لأنه عملنا كان فيها ورقة كبيرة جداً ورشة عمل. أهمية الموضوع ده أذكره الآن هو أنه فيه كميات ضخمة جداً من الأموال، دي نمرة واحد. نمرة اثنين فيه برضو بوابة مشرعة ومفتوحة وما فيها كنترولز كافية لمنع أي أعمال يعني لجانب غسيل الأموال خلينا نقول. ولا هم من كذا كمان فيها برضو باب للنصب على المواطنين وبالذات المغتربين من المعاملة في المجال نفسه. فالبيع الخارطة والتطوير العقاري له أنظمة مطبقة في الدول المتقدمة وفي دول الخليج العربي وفي دول المجاورة ناجحة جدا في إنها، وبالنسبة لنا إحنا المحتاجين إنها حتلم كمية ضخمة من السيولة ومن الأموال تدور خارج النظام المصرفي وتعيدها للنظام المصرفي، فبالتالي البنوك حتكبر ملاءات المخزونات التمويلية و ترجع السيطرة البنك المركزي على الأموال في هذه الأموال وتدور في البنوك يعني. طيب أخ صلاح، كلام جيد جدا. أنت ذكرت عدة محاور حاليا، يعني الحركة اللي بتتكلم عنها هي مالتي دايمنشنال زي ما بقول، يعني تكلمت عن ديجيتال ترانسفورميشن، الإصلاح الاقتصادي، عن حركة البنوك ودمج البنوك الصغيرة ومسألة الإسكان. زي ما نعرف يعني في كل هذه الأشياء دائما يجب أن يكون في حركة تقريبا استراتيجية. مين مفروض يكون بيده الدور الرائد في تحريك هذه الأشياء وفي اتجاه واحد في اعتقادك في دقيقتين؟
ده سؤال ممتاز جدا. في رأيي هو ما أقدر أقول لك جهة معينة واحدة، إنما لازم ينبني بودي عشان يكون ممثل للإيكو سيستم. مثلا البنك المركزي طرف رئيس وطرف ركن ركين، يعني وزارة المالية وهيئة سوق المال ووزارة الداخلية تحديدا لشيء مهم جدا جدا جدا، هو جلوسها فوق السجل الرقم الوطني اللي هو بينبني عليه أشياء كثيرة جدا من التعاملات المالية والنقدية، وبالذات من ناحية الأوثنتيكيشن أوف اليوزرز. ومثال سريع كده أقول لك عليه، اللي هو مثلا البنوك الآن ما تقدر تعمل EKYC مثلا، ولا open of accounts remote opening accounts بالذات كحاجة في ظروف هذه الكورونا، إلا بوجود نظام يتيح لجهة محايدة زي أو جنسية زي وزارة المالية وزارة الداخلية، إنه يكون في نظام يعمل verification validation authentication لمين؟ للشخص ده، هل هو فعلا فلان الفلاني صاحب الرقم الهوية رقم كذا، وأشياء يعني ما ودي أدخل فيها، لكن أشياء فنيات يتيحها التعامل الكلي ما بين الجهات دي، وإنهم يضعوا القوانين والأنظمة والتعاملات، وكل جهة تسمح للجهة الثانية بالتعامل معها والأخذ والعطاء منها ببرمجيات معينة. برضو ما ودي أدخل في مجال، لأن المقام ليس مقام تفاصيل. شكرا جزيلا الأخ صلاح، كلام جيد جدا جدا. أفتكر بيؤدي للنقاش عن مسألة المناخ العام، يعني نحن بنتكلم عن عدة يعني اكتيفيتيز مفروض تكون شغالة في مجالات مختلفة على أصعدة مختلفة بتوافق معين وكذا. فأنا عايز أسأل الأخت سبنا، ما أنا ما شفتها حقيقة، أخ إمام موجودة الأخت سبنا؟ إذا غير موجودة أنا محتاج لي دقيقتين بس كده يعني. طيب نشوف لحد المفروض تكون موجودة يعني، هي لحد قبل. اتفضل أخ صلاح. أنا زي ما بقول أنا حقيقة عايز أشوف يعني الإطار. أنا فهمنا إن إحنا الأشياء المفروض تتعامل على المستويات المختلفة اقتصاديا وعلاقات دولية وهكذا، لكن نحتاج نعرف المناخ الموجود حاليا كيف يؤثر ويتأثر بهذه الخطوة. أنا أعرف يعني إحنا تناقشنا الأسبوع الفات في مسألة الديجيتال ترانسفورميشن مثلا، وجدنا إنه في أشياء كثيرة ما زالت ليست في محلها المفروض تكون فيه. فعايزين نعرف كيف نغير المناخ الموجود حاليا، أو كيف يتغير. يعني إحنا لا نستطيع أن نغيره، ولكن يجب أن يتغير على المستوى الإداري، إدارة الدولة، حتى إنه يدعم هذا التحرك للأمام. تفضل أخ صلاح. طيب ده غير الشيء كان بذهني، لكن أجاوب عليك الآن في سؤال مهم جدا. الديجيتال ترانسفورميشن هو برضو أقطابه متعددة، أهم حامل له هو الاي سي تي، يعني فدول كمان دورهم كبير جدا. لكن أنا في رأيي الشخصي يعني إنه مهمة نخض القطاع حق التليكوميونيكيشن تحديدا، مهمة الشركات الاتصال في السودان، يعني لا يجب أن يكون لهم دور من الأدوار المنوطة بالبنوك. يعني عملية الدفع وعملية تحويل الأموال وعملية دي كلها أعمال من صميم مهام البنوك. فالشركات الاتصال إذا عندهم شطارة يوروها الناس ويعملوها، stabilize your services، increase the capabilities حقت الخدمات نفسها، في إنك تتيح الإنترنت ثابت سريع،
كوف شغال 24 ساعه بلا توقف عشان تتيح المجال اللي فيه البنوك والجهات الماليه والنظام المالي والمصرفي يشتغل يؤدي دوره كمان هو. يعني ده جانب صحيح انه في تقدم تقني بيتيح بعض العمليات الدفع يعني وعمليات البيمنتس عن طريق الشركات عن طريق الشركات الاتصال، لكن ما المفروض يقتصر على نقل الرسائل اللي تنقل التفاصيل العمليات، مش نقل التعامل في الاموال نفسها زي ما بيحصل مع في الان يعني في السودان مع بعض الشركات، واللي هو خلاها تعمل تشوه كبير جدا في الاقتصاد نفسه في وتضطر الى انها تعمل خروقات ماليه كبيره غير محموده والان بتدان فيها هذه الشركات. لو نقطه ثانيه حته صغيره اللي هي هيئه سوق المال، هيئه سوق المال برضو عليها معول كبير جدا جدا في انها تتيح للمواطنين والمستثمرين داخل السودان وخارجه في اتاحه برضو كل الاساليب التقنيه والحديثه في انها تتيح الكراود فاندنج للناس اللي حيستثمروا في الجانب الاكويتي بجانب المساهمات الماليه وفي جانب الاستثمار يعني في صناديق استثمار في اتاحه برضو على نفس النسق في البنك المركزي تتيح هي كمان برضو نظريه الساند وتطبيقات الساند بوكس لشركات الفاينانشال تكنولوجي عشان تتيح تعمل منصات لعرض المنتجات الصناديق الاستثماريه وحتى ممكن توكنايزد كوموديتيز ذهب معادن النفيسه اي شيء ممكن يتحط في المنصات دي، ودي كلها ما لا يمكن ان ينجح فيها الا اذا اتيح المجال الموثوق او الريلايبل من ناحيه الفاينانشال تكنولوجيز والايكو سيستم. يعني لازم كل الجهات دي تشتغل مع بعضها والا ما حينجح النشاط نفسه كله، ولازم يكون ريجوليتد لكن بطريقه ما تخنق الابداع ولا تخلي الموضوع مفلوت يعني. شكرا. طيب شكرا جزيلا الاخ. ابديت في سؤالك استاذ جمال. طبعا في الخطوات بتاعت الدفع الالكتروني والديجيتال ترانسفورميشن اعتقد في تو ابديتس اب تو توداي. الاول انه طبعا اللي بعد اتعمل تقرير بتاع يعني ريدينس ريبورت انه البنوك اخذت لايسنسنج انه تدخل خدمات فيزا بنك الخرطوم بنك المال وتقريبا بنك قطر الوطني وكده، واتعمل تقييم لكل البنوك. البنوك دي ما باصت التستينج بتاع الاي ام في والبي سي اي في تكنيكال ريدينس يعني ما باصت، لانه فيزا من الصعب جدا تتلاعب معك في الموضوع ده. فلكن الان الحمد لله في جهود بتاعت اوت سورسنج مع شركات لبنانيه وكده، فحيربطوا قريبا يعني. حتى البنك السودان في 2017 رسل منشور للبنوك في انه يا اخي تتذكر بتاع الريدينس بتاعكم للفيزا وكده، لانها الريكويرمنتس بتاعتها مختلفه. لكن الان في بوادر بتاعت انفراجه كبيره جدا جدا بشير بها الناس في انه في الايام المقبله دي حيتم الربط مع فيزا، وخاصه انه يعني البنوك لقت لها او سورسنج فيندرز، وبنك قطر الوطني لقى شركه بحرينيه تشتغل له الشغل في السودان برضه عامله او سورسنج، معناها حيفتح الفيزا. كلام أستاذ صلاح الدين مهم جدا جدا بتاع شركات الاتصالات الرول. شركات الاتصالات طبعا عامله ديستورشن خطير جدا جدا في بنيه الاقتصاد اللي هي يعني عامله دريننج وعامله فيدنج للانفورمال ايكونومي، واحتمال يكون بسبب طبعا اكيد العقوبات دي، لانها في حاجه خطيره جدا جدا في الماكرو ايكونومكس في الحساب بتاع الدخل والخدمات. فشركات الاتصالات دائما بتلقاها مؤثره على حساب الدخل والخدمات بشكل كبير جدا جدا وبصوره نيجاتيف، لانها عندها يعني استيراد بتاع كميه من الديفايس والمينتنس اللي هي ممكن تسميها يعني فورين كرنسي درينينج.
فهي بتاخذها طبعا اكيد بسعر السوق الاسود، لكن ما يعني من من ممكن تاخذها حتى عن طريق البنوك بشكل رسمي ومن بنك السودان وباوراق رسميه، لكن المبالغ مبالغ كبيره جدا. وعشان كده ما قدرنا بسبب القصه بتاعت التشوهات بتاعت قطاع الاتصالات، البنوك ما افيشنت، البيمنت سيستم ما افيشنت، لانه حتى ذاتنا لو نحن جبنا شركه بتاعت ار تي جي اس مثلا، شركه بيراغو بتاعت جنوب افريقيا اللي كانت ماسكه لنا نظام التسويات الانيه الاجماليه الار تي جي اس سيستم سراج نحن بنسميه، كان بيقعد الزول معانا يومين عشان نطلع له اقرار من السلطات في السودان عشان يشيل له 100 الف دولار في شنطته يعني اللي يساوي سافر. فكانت البروسيس بتاعت السداد له هو كانت بتاخذ وقت يعني 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 خطير جدا جدا، واقراره من مطار لمطار والشنطه مليانه فلوس وكده. فنتوقع الان انه طلعت السودان من العقوبات حتساعدنا الان كرنتلي في توسيع اللي هو عندنا نظام بتاع موبايل بيمنتس شغال، والنظام يتحول من سنترلايز لديسنترلايز لو فيه استاذ عمراء بيشرح الفكره دي، وحتكون فيه تشاركيه اكبر، حتى فيه سماح من بنك السودان انه شركات الاتصالات مسموح لها ترخص فاينانشال كومبانيز شركات ماليه، والشركات دي تربط في السيستم وتقدم الخدمات كانها وكانها البنوك كانها سيرفيس بروفايدرز، يعني عشان نطلع شركات الاتصالات من بيع الرصيد والكوست العالي على العميل، والانسان يكون شايل له رصيد في موبايله وما ليجل تندر، يعني شركه الاتصال لو طلعت من برا السودان الارصده دي كلها حتمشي هوا يعني، لانها ما ماني هي اير تايم. فده التطور الجديد في انه البنك السوداني خلاص درافتنج اللائحه الجديده بتاعت الموبايل بيمنتس، وهو ديسنترلايز بمستوى تشارك اكبر. فانا اتوقع انه ممكن ده يساعد بشغل كبير جدا جدا في الشغل اللي قاله استاذ صلاح ادريس في مساله بتاعت الفينتيك، انا دي واحده من الحاجات المهمه جدا جدا من مظاهر الفينتيك هي البيمنتس. فنحن اسي لو ظبطنا جانب البيمنتس لقدام شويه نشيل العافيه، نمشي على القصه بتاعت الكراود فاندنج والبير تو بير لاندنج، ونمشي على الروبو ادفايزري والحاجات واكيد الساند بوكس طبعا بعد القانون بتاع البيمنت سيستم الجديد يتم إجازته برضو في الأيام الجاية. عفوا أسفل اللي طال. لا شكرا جزيلا أخ فاروق. الحقيقة طبعا اتكلمنا إحنا برضو المرة، أنا الحقيقة متشائم جدا فيما يختص بالإنفراستراكشر والمسألة بتاعت الديجيتال ترانسفورميشن، لأنه من النقاش اللي دار بيناتنا المرة الفاتت كان واضح جدا إنه إحنا we are not يعني we do not have the readiness حاليا، لكن قد تتقاضى يعني بعض الجهات عن بعض المشاكل اللي عندنا من ناحية بتاعت يعني knowledge penetration وكل هذه الأشياء، بحيث إنه نحن نحرك المسألة. وأيضا هي تحتاج لنوع من negotiation بحيث إنه والله we are serious about it. أفتكر دي الشيء المهم. أنا أخشى إنه لو حسابنا بتكون حسبت على اعتبار الساعة 6 بتوقيت أوروبا، فنحن نحاول نتخطى المسألة دي ونشوف. والله شايفة هي دخلت هي دوبة داخلة لكن بتكون ما مستعدة، فخليها لما خليها لحد ما تاخد مكان وبعد ذاك نبدأ. حقيقة نعم لا تفضل تفضل. لا أنا لأنه حادخل في موضوع آخر، يعني إذا عندك دقيقة عايز تحتاج أيوة أيوة أنا عندي بس تفضل. موضوع أيوة موضوع مهم يصب في نفس الحتة اللي قلتها أنت وقالها أخونا دكتور فاروق، اللي هي من الأشياء الرئيسة جدا المفروض تتاح الآن ينشط فيها ويعملها البنك المركزي هي إصلاح الـ RTGS سيستم حق ذكره أخونا فاروق، لأنه فيه أشياء ناقصة. يعني مثلا ما بيتيح الفورورد فالي اللي يجي يعني لازم تدفع اليوم في ويرز الأنظمة الرصينة الكويسة فيها إنك تدفع أنت بفالي بكرة بفالي بعد بكرة إلى أسبوع أسبوعين يعني حسب جودة النظام ده. الشيء الثاني ما في عندنا سداد سيستم رئيس واحد اللي هو إلكترونيك بيلز بريزنتمنت whereby any biller يقدر يصب السلام عليكم يرمي في 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 النظام، وبعدين ال الكاستمر يقدر يسدد البيلز دي من اي قناه من القنوات اللي يتيحها اي بنك من البنوك، لانه حيكون كل البنوك مربوطه بنفس النظام. عفوا ما دام جات اختنا سبنا السلام عليكم كيف الحال، مرحبا بكم كلكم. الله يبارك فيك سبنا، انت الظاهر عليك كنت حاسبه على انه نحن التوقيت 6 بتوقيت اوروبا. ايوه ايوه فعلا انا حاسبه على كده. نحن بدينا قبل ساعة حقيقة، وتحدث الأخ
فاروق عرض الموضوع من الناحيه بتاعت ايش التوقعات اللي كانت موجوده وايش الخطوات المفروض تتعامل، ومشينا خطوه لقدام برضه بشيء عملي جدا من وجهه نظر الاخ صلاح. واذا عايز تاخذي نفسك شويه ممكن ندخل في موضوع ثاني وارجع عليك ثاني عشان تدينا فكره عن المحيط المناخ الحالي حوالين مساله التطبيق وفي الفتره الانتقاليه بالذات، وكيف ممكن ننهض به بحيث انه يعني يشيل المسؤوليات تجاه الاستفاده القصوى مما سماه الاخ فاروق يعني فرصه العمر. اذا تحب تبدي طوالي ممكن، اذا تحب ندخل موضوع ثاني وارجع عليك ممكن. سبنا هربت، ارجع علي ما في مشكله، قاعده. طيب حقيقه انا عايز اطلع فوق ل 30,000 في قدم وانظر للموضوع من جانب اخر. يعني نحن يعني مش موجودين برانا في زي ما تقول في الملعب. يعني اتخيل انا مساله المنظمات العالميه بصفه خاصه لها اثر، تتاثر وتؤثر في الموضوع. انا الحقيقه طلبت من الاخ ابراهيم حسين اللي هو يعني الرجل له باع طويل جدا جدا ومعروف في الجروب دي نفسها، ان يعني له شغل كثير مع الامم المتحده وكذا، وله يعني نظره فاحصه بهذه الامور. فاحب اخي معمار لو ممكن تديه الفرصه يتداخل. اخ محجوب بس ارفع لنا يدك بس عشان نقدر اخذ ابراهيم حسين لو ساعدنا برفع اليد عشان نديه الفرصه. والله كان موجود ابراهيم حسين. ابراهيم حسين الظاهر عليه ومشى. الله لا 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 موجود بس عامل ميوت. احنا عاوزين بس نرفع اليد عشان نديه صلاحيه الاول نرفع منه الميوت يعني الميوت خلاص. هي ايوه تفضل. ايوه إبراهيم سمعت السؤال؟ سمعت السؤال أيوة، والحقيقة كنت I was looking for the hand يعني just to raise it لكن I'm now in I think أنا بفتكر إنه أنا يعني داخل هسا. سمعت الكلام والحقيقة استمعت لل presentations الشيقة جدا، تابعتها بعمق يعني. وأعتقد إنه شوية الموضوع اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه ما يتعلق بالمنظمات وكذا والدور بتاعها في المرحلة اللاحقة شوية قلت بالديستانت يعني من الكلام اللي ذكر حتى الآن. أنا بفتكر الكلام اللي ذكر يعني تفصيلي جدا ودقيق جدا جدا فيما يتعلق بالاقتصاديات والميكانيزمز بتاعتها يعني في الفترة القادمة يعني، وده كلام ممتاز طبعا ما في شكل. لكن الدرون بتاعك فعلا ارتفعت للنظر الكلية، ارتفعت فعلا زي ما قلت 30,000 متر ولا حاجة عشان نقدر نظر المسألة من منظور أوسع شوية. قبل ما أدخل في الموضوع اللي كنت عايز أذكره، أنا كنت عايز أترك للمتحدثين حتى الآن ممكن كمان للأخت سبنا برضو بعدين if she can take this in mind as well لما تعمل البرزنتيشن بتاعتها، في ثلاثة محاور أنا أفتكر إنها مهمة فيما ذكر حتى الآن بنحتاج على الأقل نستصحبها معانا. المحور الأول اللي هو استعادة إمكانية استعادة القطاع الخاص أو إمكانية استعادة الإمساك بزمام القطاع الخاص. يعني إحنا نعرف إن حوالي 70% من الشركات السودانية اللي هي ممسكة بزمام الاقتصاد السوداني لا تخضع تماما لوزارة المالية وبنك السودان، باعتبار انها بتخضع غالبا حسب ما ذكر في الميديا والكلام ده حايم له فترة 70% من الشركات دي بتخضع هي شركات أمنية وشركات خاضعة للقوات المسلحة. فدي مسألة انا افتكر انها مهمة جدا حتى نكون الكلام بتاعنا ننزل عرض الواقع كيف يعني، أما ما يكون كلام بس تكنيكال لكن عايزين نشوف إنه كيف ممكن إنزال هذه المسألة في على أرض الواقع. ده جانب. الجانب الثاني أنا بفتكر وبرضو عايز نستصحب النقطة الثانية دي اللي هي إحنا ما عندنا إنتاج نهائي، فمحور البرودكشن والإنتاج ده مسألة مهمة جدا جدا في تحسين الاقتصاد. يعني إذا كان
بذلنا ما بذلنا من جهد عالمي، ويعني حتى المبادرات الأمريكية لرفع العقوبات عن السودان ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحتى إمكانية يعني الوصول لاتفاقيات مع نادي باريس والبنك الدولي وصندوق النقد وكذا لرفع أو إعفاء الديون وكذا، تبقى المشكلة بتاعة البرودكشن، ودي مسألة مهمة جدا without which أنا بفتكر إنه ما حنقدر نصل لنتيجة يعني. فدي عايزون إذا كان ممكن نستصحب النقطة دي برضو. والنقطة الثالثة مهمة جدا كذلك، أنا عملت في فترة قريبة من تقريبا 9 أو 10 شهور في بالتحديد في كمستشار لوزير الطاقة السابق في مجال بتاع الاستراتيجيات وسياسات الذهب وكذا في السودان، وإحنا عارفين إنه الذهب تقريبا بيهرب لم يكن يعني مجمله بنسبة عالية جدا جدا. الموضوع بتاع التهريب كذلك واحد من المدمرات الاقتصاد السوداني في الفترة السابقة. فالثلاثة محاور دي يعني استعادة الامساك بزمام القطاع الخاص، الانتاج، والإحكام الإقلاق على التهريب. يعني التهريب كل البرودكشنز بتاعت السودان قاعد تمشي مهربة من صمغ عربي لذهب لغيره، يعني حتى بما فيها الثروات الحيوانية الموجودة وكذا. طيب أنا عايز كمان برضو أطرح الموضوع اللي ذكره الأخ جمال، هو موضوع قد يكون فعلا فوقي شوية لكن مهم جدا، اللي هي دور المنظمات العالمية، وبالتحديد أنا يعني أنا عملت في منظمة الأمم المتحدة لفترة يعني تقريبا 30 سنة يعني 3 عقود، عملت في السودان 10 سنين وخارج السودان في International Staff تقريبا 20 سنة يعني عقدين، وفي كذلك بعض الأخوة موجودين معنا حاليا في الفورم ده ممكن برضو عندهم خبرات ممكن تكون أعمق من خبرتي يعني. لكن عايز أطرح المشكلة اللي نحن بنعاني منها وافتكر أنها تكون مشكلة كبيرة برضو من وجهة نظري الخاصة جدا جدا، عارفين ناس كثيرين بيعترضوا عليها لكن بفتكر أنها مشكلة كبيرة جدا، اللي هي الدور بتاع المنظمات في ظل إنشاء بعثة اليونيتامز. يعني نحن عندنا منظمات الأمم المتحدة بتخضع لجروب بيسموه UNDG United Nations Development Group، وهي منظمات بفتكر إنها قادرة كانت على يعني إنجاز المهام اللي حاليا أوكلت لمنظمة بإنشاء البحثة بتاعت اليونيتامز، بتسحب البساط الميشن دي من الديفلوبمنت من التنمية مع الأسف الشديد يعني. ودي أنا يمكن أقول نظرة استراتيجية فوقية لكن بفتكر إنها بتتأثر بكل الكلام الذكر حتى الآن والكلام اللي حيذكر لاحقا، يعني لأنه في عدم وجود يعني في حالة سحب البساط، تم بالمناسبة يعني هيستوريكا اللي برضو تم سحب البساط من التنمية في السودان ومن المنظمات العاملة في مجالات التنمية الـ UNDP United Nations Development Group، داخل فيها الـ UNDP، الـ UNICEF، الـ UNFPA، صندوق السكان، UNIDO، الـ UNEP، الـ Environment Program، كل البروغرامز بتاع الديفلوبمنت جروب دي هي قادرة كانت في رأيي الخاص قادرة على إنجاز المهام اللي هسه حاليا بطلب البحثة بتاعت اليونيتامز حتضعف من دور هذه المنظمات كثير جدا. ليه؟ لأن البعثة جاية بمنشأة طبعا زي ما ذكر كان السيد رئيس الوزراء وكثير من الناس اللي دافعوا عنه في إنشاء بعثة اليونيتامز، إن أنشئ على الفصل السادس وليس الفصل السابع، وده حقيقة صحيح يعني، لكن still أي development financing ممكن تجي للسودان ما حتكون عندها الأولوية للdevelopment programs زي ما كان لو كانت أعطيت هذه المسؤولية والمهام بتاعة اليونيتامز في خلال الفترة الانتقالية للمنظمات الأمم المتحدة اللي هي under the UNDG والخارج الـ UNDG group as well يعني زي الـ WFP وغير FAO وكذا يعني. طيب المشكلة بتكون وين؟ المشكلة بتكون في إنه إحنا حيكون عندنا في خلال الفترة الانتقالية مهام أساسية، المهمة الأكبر والأساسية هي القيام بإحصاء سكاني، بدون إحصاء السكان ما حنقدر نصل للـ elections، ودي مهمة جدا لازم تأتي في الفترة الانتقالية، ودي واحدة من المهام اللي كان ممكن تنجزها منظمات الـ UNDG.
ما كان بفتكر انه في داعي لليونيتامس انها يعني تنشا حتى انها تقدر تقوم بهذا الدور. مثال اخر بدون بصراحه يعني بدون الوصول لسلام برضه حتكون صعبه جدا جدا انشاء الاحصاء السكاني نفسه، لان انت عايز تصل ل يعني ابعاد ومناطق هي تقريبا تكاد تكون انريتشابل يعني، او بعض المناطق انريتشابل. احنا عارفين انه مثلا كاودا انريتشابل هسه الليله مثلا، ومناطق كثيره اخرى يعني. عشان كده كانت مهمه انجاز ملف السلام كانت اساسيه، وانا اعتقد انه حتى احنا لم نصل لهذا الهدف، لانه ولا عبد الواحد انضم ولا الحلو انضم حتى الان. صحيح انه في مساعي لانضمامه، لكن ما بقدر اقول انه تحت الظروف الحاليه احنا فعلا وصلنا لانجاز ملف السلام. ملف السلام ما زال في كويشن ماس كبير جدا حوله. طيب ابراهيم يعني معذر المقاطعه، هو مساله الاحصاء السكاني والانتخابات يعني ما زال عندنا لسه 3 سنوات لقدام، بالاضافه لانه الخطوه بتاعت ما يسمى بالسجل المدني والرقم الوطني يكون غطى مساحه كبيره جدا جدا من الاشياء اللي كان في السابق يعني فعلا ما موجوده. صحيح، انا كنت حاجه للنقطه بتاعه التسجيل المدني. صحيح انه كمان الزمن برضو مهم، لكن الاحصاء السكاني ما حيتم بدون مراجعه التسجيل المدني. انا الغرض من كل المساله المذكوره حاليا، انه الغرض من ذكر المساله دي شنو، انه الخطوه بتاعه انشاء يونيتامس حتى الان بالنسبه لي امبيغوس، خطوه غير مفهومه. وزي ما قلت انا يعني اشتغلت 20 سنه في الانترناشونال ستاف و10 سنين في داخل السودان، وملم باشياء كثير جدا حول هذه البعثات. يعني كنت انا مسؤول برضو في اليو ان في بون هنا من اداره برنامج خاص بمتطوعي الامم المتحده لهذه البعثات بتاعت اليو ان، سواء كانت في الصحراء الغربيه ولا في ليبيا ولا في لبنان، سوريا، العراق، كل هذه البعثات كنت مسؤول من يعني دعمها بالمتطوعين اللي عم بيشتغل في مجال حفظ السلام والامن وكذا يعني. طيب ابراهيم، نعم. شنو النيجاتيف امباكت اللي بتتخيله؟ يعني انا بتقول ان سحب البساط من القطاع بتاع التنميه والتنميه بالذات، شنو الامباكت يعني المفروض؟ يعني هل هي مثلا اللوكيشنز معينه كان مفروض تجي للتنميه حتتحول لمثلا الدعم الحركه بتاعت اليوني تامس وكذا، ولا يعني في اسباب ثانيه يعني؟ ابسولوتلي الموست، وفي طبعا اشياء كثيره، لكن اهم واحده فيها هي الفاينانسينج. احنا عارفين انه اليو ان حاليا ما عندها قروش نهائي يعني، دي أكبر مشكلة. اليو إن ما عندها قروش، واليو إن ما في وضع بتاع إنه بيساعدها في إنشاء البعثة. طالما إنك أنشأت البعثة يعني حتكون في مبالغ كبيرة جداً حتوجه لأجل إدارة البعثة نفسها. ناهيك عن إنه المبالغ دي لو كانت وفرتها الانترناشونال كوميونيتي كانت ممكن تمشي في برامج محددة، طالما إنها بعثات برامج ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة أوريدي موجودة في السودان. يعني you don't need to re-establish a mechanism حتى إنك to deliver the same objectives، نفس المهام. فأنا بفتكر إنه دي ده هو الفكرة بتاعت سحب البساط. زمان لما كانت جات أنميس، وأنا دي تجربة أنا عايشتها شخصيا يعني، لما أنشئت منظمة أنميس United Nations Mission in Sudan with one S، وبعدها أنشئت منظمة أنميس أو بحثت أنميس with two S اللي هي South Sudan United Nations Mission in South Sudan، بنسميهم إحنا كان with one S and two S's. لما أنشئت هذه البعثات قبل إنشاء اليوناميت، تم سحب البساط من كل القروش اللي كانت بتجي لبرامج التنمية للسودان في صالح السلام، برامج السلام. وأنا عايز أتكلم على، إذا تكلمت على troops on the ground، حاليا صح ما عندنا في اليونيتامس troops on the ground، ما في يعني جيوش حتجي من اليو ان ومعدات واجهزه ودبابات وغيره زي ما شفنا كلنا يعني في السودان. المره دي ما حتكون في حاجه زي دي، لكن ستيل نو ماتر هاو ميجر ريسورسز از حتوجه نحو البعثات الدبلوماسيه والاعمال بتاعتها. يعني واحنا عارفين انه كبير يعني جزء كبير جدا من البادجتس بتاعت الميشنز دي بيمشي للبيرسونيل. اكبر بادجت او اكبر كومبوننت من هذه الميزانيات بيمشي للبيرسونيل كومبوننت،
وباقي الحاجات دي هي أضعف من كده كتير جدا. طيب إحنا كيف هنقدر نصل لكل المهام دي في الوقت اللي أنا ما قادر أفهمه شنو؟ إنه إحنا عندنا منظمات كان ممكن توكلية هذه المهام. You don't need to establish a new mission. You need arms. That's my point. في النقطة دي بس في النقطة بتاعت البيرسونيل دي, هل يا أستاذ إبراهيم حسين الاكسبيرينس السابقة الفن الأموال هل ممكن تغذي السوق الأسود ولا حتمشي تنزل في البنوك زي بنك الخرطوم زمان وحياخدوها يعني بالسعر الرسمي وكده؟ لأنه ربما تكون القصة دي برضو عندها إمباكت خطير علينا في المونيتري بوليسي. Absolutely. وافتكر انه دي absolutely it's very good point, very good question, I really appreciate it. لانه التجربه اثبتت انه كل العاملين كل العاملين في اليو ان كانت في الفتره السابقه في وجود منظمه انمس وبقيه منظمات الامم المتحده في السودان كانت سالاريز بتاعه العاملين كلها بتدفع بالهارد كرنسي بالدولار, كان بيستلموها ان كاش وبيتعاملوا بها عادي في السوق يعني. شكرا لك. سابنا نرجع لك. طبعا انا افتكر دي يعني الاطار بتاع الكلام بتاعك تقريبا تحدد. انا كنت بتكلم عن المناخ, المناخ يمكن بتاع الفتره الانتقاليه حاليا والتوجهات اللي احنا عايزين نسعى عليها بالاضافه للمشاكل اللي ذكرت دي. فورينا هل المناخ الحالي يحبز الدفعه الاقتصادية والدفعة؟ يعني أنا أفتكر نحن بنحتاج لنوع من الثقة إنه العالم حوالينا يثق في إنه والله نحن توجهنا حيكون مرضي للجميع, واللي عايز يستثمر حيجد نوع من الأمان في إنه والله أنا داخل 10 قروش وأطلع ب 12 قريش تقريبا. فاختصرنا حسب نظرتك وحسب أبحاثك, ورينا المناخ العام والف شكر لك. احنا قدمناك بالمناسبه, ما بتحتاج تقدمي نفسك, خبيره كبيره وطبعا لا ما خبيره كبيره. يلا تفضلي. طيب السلام عليكم. شكرا, بس داير اشكركم انكم اديتوني الفرصه اشارك يعني في الديسكشن الكبير, يعني ده ديسكشن كبير جدا وفي جزء كبير متعلق بقراءات الفيوتشر يعني زي الفوركاستينج كده. لكن أنا حابدأ بأنه أقول أنه نحن بصفة عامة طبعاً متفائلين فيما يتعلق بالاقتصاد السوداني رغماً عن كل الوضع. يعني أنا وجهة نظري الشخصية أو من قراءاتي متواضعة يعني أنا في وبقول الكلام ده باستمرار أنه أنا متفائلة بالمسار في المدى الزمني الطويل على الرغم من الصورة القاتمة جداً في المديين القصير والمتوسط. يعني رفع السودان من القائمه بتاعت الارهاب ديفينتلي هو بيج جامب يعني فروم ايكونوميك بوينت اوف فيو, حاجه مهمه جدا. لكن انا حابده شويه عشان اخذ يعني المشاهدين من غير الاقتصاديين في الصوره معانا او احنا كيف بنقرا المقالات دي. السانكشنز بصفه عامه زي ما بصفه بسيطه يعني هي بتتوضع لتاديب الانظمه المارقه على النظام العالمي الجديد, هو ده الهدف الاساسي من وراءها. يعني فهي عندها اغراض سياسيه اكثر من كونها هي ايكونوميك. السانكشنز نوعين, في التريد سانكشنز اللي هي بتاثر على الامبورتس والاكسبورتس موفمنت بالاضافه لانها بتاثر على درجه الاوبننس بتاعه الايكونومي المعين للتريد العالمي, ودي مستنده على النظريه الاقتصاديه اللي هي الاكسبورت ليد جروث اللي بتفترض يعني في أدبيات الاقتصاد إنه بصفة عامة كل ما كان الاقتصاد أكثر انفتاحاً وأكثر وعنده involvement في global value chain كبير, كل ما كان معدلات الجروث اللي بيحصلها الاقتصاد المعين ده كبيرة. يعني ده economic logic behind it. فبالتالي هم بيفترضوا إنه إذا كان نظام ما عنده ارتباطات بال behavior اللي بتؤثر على globalization process, لانه احنا الان احنا لينا فتره طويله جدا جدا بنعيش حاله بتاعه الجلوباليزيشن اللي هي الاسواق تنفتح على بعضها ما يكون في تريد. لكن الجلوباليزيشن ده زي ما بنستفيد منه في الجانب الايجابي في جوانب سلبيه مرتبطه به متعلقه بالتجارات المحرمه, انه هو فتح اوبورتيونيتيز كبيره لتجارات المخدرات وتجاره الاسلحه بصفه عامه بالاضافه للتيروريزم اللي هو الارهاب. يعني فزي ما استفادت الدول من الجلوباليزيشن في انها تنمي الاسواق بتاعتها وتحسن من اوضاعها الاقتصاديه, كمان استفادت الانشطه الغير قانونيه
اللي أنا ذكرتها دي تحديداً من مسألة الانفتاح بتاع الأسواق والريلاكسيشن بتاع البوردرز بين الدول في إن هي برضو تنشط وتزدهر. فمن هنا جاء اللوجيك في إنه نضع السانكشنز عشان ما نحد من كفاءة النظام العالمي الجديد. فالسانكشنز الثانيه اللي هي طبعا الفاينانشال سانكشنز. الفاينانشال سانكشنز الايكونوميك لوجيك بيهايند ات انه تو ريز الكريديت كوست على الدوله الغير منضبطه يعني كما تصنف يعني او عندها او فيها نشاط يعني الغير منضبطه مش معناها بس التوجهات السياسيه لانه هي السانكشنز دي اتفرضت يعني ممكن تكون على اكثر من 30 دوله حول العالم حتى روسيا في سانكشنز من امريكا والاتحاد الاوروبي ضدها على اثر الازمه بتاعت اوكرانيا في 2014 ففي different reasons لكن في النهاية الريزون ده بيكون بيصنف إنه هو بيضر بالأمن العالمي ولما يضر بالأمن العالمي بنعني إنه برضو بيضر بالتجارة الخارجية اللي هي السودان بيقع طبعا تحت الكاتيجوري بتاع الماني لاوندرينج أكتر حاجة والتيروريزم إنه البيهيفير ده اللي تاني اندمج فيه النظام السابق أثرا على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين طبعاً by default وبالتالي بيأثروا على حركة التجارة الدولية وبالتالي you will harm other economies فلازم to bring you the track back again يعني. السودان did very well في إنه هو approved of time لأنه بس negotiation يعني إحنا نسأل أول سؤال هل أدبت السانكشنز الرجيم السابق to what extent كانت effective؟ في الليتريتشا بتاعت الإيكونوميك أوف سانكشنز دي في دراسات كثيرة يعني أنا في يعني لقيت مثلا في عدد من الدراسات بتوري إنه الأثر بتاعها مايلد from political point of view لأنه أول ما كانت بتتوضع السانكشنز كانت بتتوضع بشكل ما تارجتد يعني كان بيكون أثرها على الأجريجيت تريد يعني بيحاولوا يأثروا على الأجريجيت تريد بتاع الكونتري أكثر من specific sectors ودي اكتشفوا اوفر تايم ان هي اولا ما بتؤثر على الديسيجن ميكينج بوليتيكال ليدز في الكونتري المعينه اللي هم مصدر الاكت الغير قانوني وبتاثر على البوبولس على على الجماهير اكثر. الحاجه الثانيه اكتشفوها ان هي احيانا قد يكون في دراسات امبيريكال اثبتت ان هي عندها اثر ايجابي على الانظمه المارقه اكثر من انه هو اثر سلبي. فدي دراسات انا بحاول استعرض يعني أهمها للناس العاوزين مثلاً يرجعوا. هي دراسة باي وينستون سنة 1997 يعني وينستون إت آل يعني معه ناس تانيين يعني مجموعة تقريباً 3 باحثين من أبرز الأوراق البحثية اللي قالت إنه السانكشنز بصورة الأجريجت دي ما بتنفع وده نتج عنه إنه ابتدت تظهر حاجة اسمها التارجتد أو المور سمارت كايند أوف سانكشنز إنه نحن تتارجت سبيسيفيك kind of sectors في الإيكونومي المعين اللي بنفترض إنه هو source بتاع الـ illegal act in this country. يعني مثلاً في الحالة حقت السودان كانوا بيستهدفوا الأنشطة المتعلقة بالقوات المسلحة السودانية وجهاز الأمن. بيفترضوا إنهم هم عندهم علاقة بالتجارة الـ illegal بتاعت السلاح والmoney laundering المرتبط بالذهب برضو كان من الحاجات اللي specifically كانوا بيتكلموا عنها ودي كلها طبعا لانه بيستفيدوا منها مثلا الحكايه بتاعت الاسلحه دي متشعبه يعني التجاره بتاعت السلاح دي متشعبه لانه في تجاره بتنتهي بانه يعني قد ما يكون السودان مثلا intentionally سلح جماعات ارهابيه لكن الجماعات الارهابيه هي اكبر مشتري للاسلحه بطريقه illegal فباي ديفولت كده بشكل او باخر بتدعم اقتصادنا. انت في البدايه قلتي انت متفائله كثير لكن الكلام ده خلاني احس انه لا انا بتكلم عن الستيتس كو يعني قلبي وقف الحقيقه لا ما تخاف ده الوضع زي ما كان قبل ما طبعا يعني انه الحكومه حتى السابقه بالمناسبه ابتدت انها هي تو بي هارمد. الحكومه السابقه برضو استفادت من حاجه كويسه جدا جدا اللي هي المساله بتاعت الاكسبلويتيشن اوف اويل. الاكسبلويتيشن اوف اويل أداها يعني تزامن مع وقت كانت في اقتصادات أخرى ما كتير معنية بالنيو وورلد أوردر والجلوبايزيشن والشيء اللي أنا قلته ده زي مثلاً تشاينا. فنشأت حاجة نحن بنسميها الإيكونوميك ديبلوماسي فاكتورز إنه في مرحلة ما كانت دول الهند وماليزيا والصين بتقود النمو العالمي إن تيرمز في إن هي كانت الأنظمة بتاعتها هنجري للطاقة يعني الكثافة بتاعت الطاقة للجي دي بي بتاع تشاينا في فترة اكتشاف النفط في السودان كانت عالية
فبالتالي أي drop of oil كان مهم جداً لتشاينا regardless إنه الكونتري اللي أنا حأمشي to act فيها هي مشكلتها شنو. فده أدى إلى إنه هما to exploit oil فقدروا to escape الإمباكت لفترة طويلة جداً جداً. يعني قدر يعني كان الاقتصاد قاعد يتدمر من الناحية بتاعت ال sophisticated sectors، يعني الانفراستراكشر بتاعتنا كلها تعطلت وهارمد بصورة كبيرة. كان ممكن الحكومة تتجنب الحاجة دي برضو لكنها ما عملت كده لسبب بسيط، إنه عادة لما أنت تجيك دولة عاوزة منك primary product ما بتشجعك على إنك تري invest the money في الانفراستراكشر. يعني الصين برضو لعبت دور، وده شيء طبيعي، يعني ده شيء في الاقتصاد حاجة معروفة، يعني إنه الدولة إذا بتعتبرك أنت مصدر لمادة خام ما بتشجعك على إنك تري invest القروش اللي بتطلعها من المادة الخام في الانفراستراكشر عشان أنت ما تبدأ تصنع. طيب يا أخت سبنا، أفتكر عشان نرجع للمحيط اللي أنا كنا نتكلم فيه، أنا أفتكر الأخ إبراهيم طرح سؤالين مهمين. يعني حقيقة ناس إحنا بنتكلم الوقت كله إن كيف نطلع من الديون بتاعنا، كيف نطلع من الحظر اللي كان مفروض، كيف البنوك بتاعتنا تقدر ترتبط بالعالم. لكن الحقيقة إن إحنا مفروض كمان نسأل السؤال المهم جدا، كيف نرجع نكون منتجين؟ يعني إحنا المشاريع اللي كانت منتجة، الجزيرة، الرهد، كينان، وكل هذه المشاريع يجب أنها تكون يعني very efficient and effective. فأفتكر ده الموضوع لهسه مفروض يتحرك كثير للأمام. أيوة. مسألة الإنتاج. أيوة. في آراء، في أفكار معينة يعني كيف نحرك هذا الموضوع. يعني الاقتصاد السوداني زي ما أنا قلت هو من 56 هو اقتصاد السلع الواحدة. دي مشكلة structural في الاقتصاد السوداني، مشكلة هيكلية. ومن الثمانينات أو من خليني من أقول مما دخل السودان في القصة بتاعت الاستدانة من البنك والصندوق، أصبحت السياسات الاقتصادية هي سياسات جانب الطلب أكثر من سياسات جانب العرض. عشان كده أنا دائما بسمي سياسات جانب العرض الجزء المظلم من الاقتصاد السوداني، زي الجزء المظلم من القمر. يعني ما تعمل إفورت كثير. سياسات جانب العرض هي بتعنى بإنه كيف تهيئ تضع السياسات اللي بتمكن اقتصاد ما من الإنتاج، يعني تحدث تغيير هيكلي في الإنتاج. والسودان طول الوقت كان بيتبع سياسة لفترات، يعني حتى في فترة 30 سنة الفاتت، يعني أو هي بدأت من السبعينات، ابتدنا إحنا في حاجة بيسموها inflation chasing policies اللي هي بتستهدف جانب الطلب الكلي، how to control الطلب الكلي، اللي هي بيندرج تحتها قصص الدعم وكل الحياة اللي بيسمعوها الناس، والإكسشينج ريت والإنفليشن ديسكشن، كل الحياة اللي بيسمعوها الناس في الميديا. لكن ما في زول أبداً بيتكلم عن سياسات جانب العرض. ما هي سياسات جانب العرض؟ سياسات جانب العرض بنختصرها في الاقتصاد بكلمة life، يعني life stands for، هو abbreviation stands for labor investment or industry، بعدينك freedom of markets و efficiency. فدين الثلاثة أنت لازم تضع سياسات لهم. وأنا من هنا بقول إنه we need to do that، لأنه ده جاب كبير في السودان حاليا في المسألة بتاعت بالنسبة للبوليسي ميكرز، إنه لازم تدرسوا labor markets. labor markets معناها شنو هو الهدف؟ أنا هتكلم عن general targets الآن. في labor market، labor market مهم لجذب رأس المال الأجنبي، أو هو واحد من أهم العوامل، هو ما العامل الوحيد لكنه واحد من أهم العوامل لجذب رأس المال الأجنبي، إنه يكون عندك العمالة skilled ورخيصة. يعني أول حاجة لازم تتأكد إنه يكون عندك عمالة بمهارة عالية ورخيصة عشان تجذب الاستثمار الأجنبي. وإحنا في السودان طبعاً ما عندنا حتى إحصاء، عندنا مشكلة في السكيلز تحت العمال، وعندنا مشكلة طبعاً في الإدوكيشن. فدي من أوائل الحاجات اللي إحنا إذا كنا دارين نستفيد من مرحلة ما بعد يعني خروجنا من قائمة الإرهاب أو يعني مقاطعتنا للاقتصاد الدولي، أنت عاوز تنافس المحيط بتاعك. يعني أنت حتشوف إثيوبيا مثلاً، دولة زي إثيوبيا الآن، أنا الحي الألتميت جول البنظر له، إذا سألتني حنستفيد كيف من خروجنا، حقول لك العنوان العريض اللي البوليسي السودانية مفروض تكون في العشر سنين الجاية Extensive Industrialization Policies Focusing في جانب العرض من الاقتصاد وليس جانب الطلب، مش تحمل جانب الطلب، لكن التركيز حقك مفروض يكون في جانب العرض أكثر. والتركيز بتاع جانب العرض تحاول، طيب شنو عشان نكون more برضو specific، شنو المطلوب في جانب العرض؟
واحد، أول حاجة الليبر ماركت بتاعك مقارنة بالإقليم مصر تحديداً وإثيوبيا، لأنه فيه العمالة الرخيصة والعدد الكبير، ولأنه درجات الفقر ممكن تكون في بعض الأقاليم هناك كبيرة، فبتلقى العمالة الأثيوبية أكثر مهارة وأرخص مقارنة بالسودان. فأول تارجت إنه إحنا إذا عاوزين، لأنه الكمبانيز تجي في السودان you have to consider the labor market. الحاجة الثانية قلت الانفستمنت أو يعني القوانين الاستثمار المحلية، ودي بيندرج تحتها حاجات كثيرة جدا جدا، منها الكوربشن. لازم السودان يكون أسرع، لكن أهم حاجة لازم يكون السودان أسرع دولة في الإقليم. يعني لو دار أخذ هدف محدد إنه by 2030 maximum إنه السودان ده يكون أسرع منطقة في الإقليم في فتح الأعمال، يعني في 24 ساعة يجي المستثمر يعمل الكمباني بتاعته وتكون أموره كلها بتمشي مقارنة بالدول الإقليم. أنا معك تماماً أخ صبنا، حقيقةً زي ما برضو قال الأخ فاروق في البداية we have a lot of homework right now، يعني عندنا واجبات كثيرة مفروض تؤدى. وأنا أفتكر فعلاً هو كما ذكر الكورة في ملعبنا، وبالذات في المسألة بتاعت الحركة بتاعت الإنتاج واستعدال النظم بتاعتنا بحيث أنها تتفق مع النظام العالمي في المعاملات. أنا الحقيقة عندنا تقريباً 33 دقيقة، عايز ندي برضو فرص للناس اللي بدي يطرح الأسئلة. شكراً لك أخت سبنا، ونرجع لك في الأسئلة ربما. بشوف الأسئلة الموجودة عندنا في الشات. واحد بالأخ أحمد الحسن مكي بيقول معظم البنوك السودانية ليس لها تصنيف ائتماني عالمي، أعتقد فقط 3 بنوك من مجموعة 63. لذا السؤال كيف نستطيع أن نندمج في النظام العالمي؟ أفتكر السؤال بيمشي للأخ صلاح في دقيقة أو دقيقتين لو سمحت. طبعا السبب الرئيسي في أنه البنوك السودانية ما يكون لها تصنيف لأنه كانت محجوبة من العالم برا، يعني ما كان معترف، حتى بنك المركز نفسه ما كان معترف به ولا ضماناته اللي تصدر منه ولا. فعشان كده رفع العقوبات حدث أنا بعتبره تاني أهم حدث يحصل على السودان منذ الاستقلال. ده في رأيي أنا، إنه من ضخامة الأثر حقه. فيعني إن شاء الله it's a matter of time لما البنوك الآن تكمل التشيك ليست حقتهم حقت الواجبات اللي المفروض يعملوها عشان كل ده يحصل، اللي هو اللحاق بالمجتمع المصرفي والمال العالمي من تصنيفاته على مراسلين، فتح الحسابات مع البنوك المختلفة بالعملات المختلفة حتى تمدح الحركة، حركة عودة الصادرات بدل زمان كانت بتعود استحياء وتهريبا، البضائع تمشي تهريبا وترجع العوائد للي عنده ضمير شوية بيجيب منها شوية كمان مش كلها. فلا الآن ده كله حيكون عن طريق النظام المصرفي زي باقي خلق الله وزي باقي البنوك في العالم. شكرا لك أخ صلاح. أمشي للسؤال بعد، لكن يا أخ عمار بالله أدخل الأخ عمر هو رافع يده لحد ما نجاوب على السؤال اللي بعده. كيف يكون مستقبل إدارة الشراكات الاستثمار الخارجي مع الداخلي، الدولة مع القطاع الخاص، الاستثمار مع المعونات، الدولة مع القطاع الخاص مع المعونات؟ الأخ عمار أبو ميديا لإحداث أكبر أثر تنموي. أخ فاروق. طيب السؤال ده سؤال كبير جدا جدا، أختصر في دقيقتين. كبير يعني للغاية بالمناسبة، لأنه السودان ده في تاريخه الطويل يعني عنده ترانزاكشن واحدة الآن نفذها، يعني بنك التنمية الأفريقي مع يعني هيئة مياه ولاية الخرطوم الضامن ولاية الخرطوم، ومشروع بتاعه يعني تريبل بي اللي هو Public Private Partnership، إنه البنك مول مشروع محطة مياه المنارة في الحلفاية بالكامل، وكان مشروع عملاق وبنتج مياه ممتازة. وبعد ذاك الشركة اللي جات شركة من جنوب أفريقيا برضو متطورة جدا، وهي برضو شركة ممتازة جدا وأسي ممكن تشتغل في السودان تاني، في إنه عملت المشروع وشراكة ما بين شركة من جنوب أفريقيا بنك التنمية الأفريقي وولاية الخرطوم
بعد يبدو إنتاج المياه وتوزيعها حتى في العدادات طبعاً، حتى بعد ذاك ولا تخرطوم عندها جريس بيريود حتى تدفع الأقساط عليها في مقابل توزيع المياه للمواطنين. فهذا في المرحلة اللي كانت يعني كنا في الحتة بتاعت البلوك إيكونومي. الآن طبعاً من الوحدة من الحياة الممتازة جداً جداً صديقنا يعني نصر الدين وزير العدل شبه انتهى من قانون ممتاز جداً جداً بتاع البابليك برايفت بارتنرشيب، وعندنا برضو أصدقائنا برضو في وزارة المالية الوليد عتباني هشام كاهن تقريباً شغالين على تحسين اللي هو المؤشرات مناخ الأعمال الدوينج بيزنس، وشغالين برضو في رفع كفاءة الاستيت اوند انتربرايزز يعني رفع كفاءة الشركات الحكومية ذاتها، بحيث انه لما نيجي انفستر من برا ولا كده ويدخل معهم في شراكة المؤسسة دي تكون هي ويل استابليش زي ما بقول لك استاذ صلاح ادريس، وما يكون ذاتها ما عندها القدرة على الضمانات وما عندها يعني لازم تكون يعني شركة في مصاف البيزنس الموجود عندك مثلا في المملكة العربية السعودية القريبة دي مثلا. فالموضوع محتاج تو موفز. الموف الأولى اللي هي إطار، وبرضو بتتفق مع دكتورة سبنا هنا إطار قانوني للاستثمار والشراكات. الموضوع الثاني برضو بيعتمد على البنوك ذاتها يعني انفتاح على البنوك الخارجية، وتكون يعني بنوك قادرة تستوعب يعني 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 زي ما بقولوا المسألة الكاشين والكاش اوت، تكون عندها فلكسيبيليتي. بعد ذاك الثالث الرول بتاع الدولة، لأنه الانفستمنت يا جماعة لو ما كان في responsible state هتكون مصيره زي مصير الانفستمنت بتاع شركات الاتصالات والانفستمنت بتاع أنبوبة غاز ويعني مطعم في شارع المطار وأربع عربات ليموزين، وفي النهاية هيهزموا لنا المونيتري بوليسي والفيسكال بوليسي بتاعتنا، لأنهم هيكونوا مهددين كبير جدا جدا ليه هيشيلوا قروشنا الليلة ويشوفها البلاك ماركت، وحيمشي سوق المحاصيل وحيمشي سوق وين، لأنه الدولة ما عندها الـ القوانين الكافية والنقد الأجنبي الكافي في السنترال بانك عشان يقدر يحول الأرباح بتاعت الجهات الجاية من برا دي في الانفيرومنت الرسمية يعني. ففي عوائق كبيرة جدا لازم الأصايمين ده الحكومة تشتغل عليه، الحكومة نفسها الوزارة العدل وجهاز الاتصال، وبرضو هيئة اللي هي في شركة في مؤسسة بالمناسبة كانت ماسكها دكتورة هبة وزير المالية عن تطوير الاستثمار والقطاع الخاص، برضو تشتغل في الدوينج بيزنس انديكيترز اللي هي تحسين مؤشرات مناخ الأعمال، وذكرتها سبنا قبل شوية إنه إن شاء الله لحد 2030 نقدر نحسن how to start the business. Very good. الأخ عمر عندك تعليق؟ محمد عمر رافع يدك. ام عمر السلام عليكم يا اخوانا. تفضل الله يبارك فيك. معاويه عمر معاكم. معاويه عمر اي حقيقه الواحد خايف بعد كلامكم ده، لانه استاذ فاروق بيتكلم على انه احنا عشان الهيبك نقدر نستفيد منها مفروض نشوف دول صديقه عشان تساعدنا في انه نقدر يدفعوا لنا عشان نتخطى المساله دي، وبرضه لمح لي مساله التطبيع لازم نحن نوافق عليها. واستاذ صلاح بيتكلم على تحويلات واستثمارات المغتربين على اساس انها ممكن يعتمدوا عليها، والجهات الامنيه اللي هي مفروض تساعد في الايدنتيتي كليرنس بتاع الناس عشان البنوك تقدر تشتغل، وشركات الاتصالات اللي تعرض لها أستاذ فاروق حسي، أنا أفتكر دي كلها عوامل فيها جزء كبير جدا من عدم الثقة الممكن يكون يتأسس له في الفترة الفاتت. يعني المغتربين ما عندهم ثقة بالنظام المصرفي في السودان، لأن النظام المصرفي في السودان نظام منتهي أصلا، وما في زول منطقي عقلاني ممكن يحاول له قروش أو عشان يعني ياخذ بسعر الصرف بتاع البنك، وفي الوقت اللي فيه السعر البر 5 أضعاف، يعني حتى رئيسنا الفات كان بيفك القروش في السوق الاسود. يعني فنحن كيف ممكن نعيد الثقه في النظام المصرفي عشان يقدر يتعامل مع العالم الخارجي بثقه، عشان يكون في دول بتثق بانه يجونا مستثمرين يستثمروا في السودان، وان احنا الامن ما في يدنا، لانه التهريب حسي مستمر زي ما قال الاستاذ فاروق، وزي ما قال إبراهيم حسين إنه الذهب معظمه بيتهرب برا السودان. يعني فنحن we are far from being ready عشان نقدر نستفيد من الحاصل ده. يعني يمكن كلام دكتور سبنا هو المنطقي إنه نحن في المستقبل حنعتمد
الاندستريال ريفوليوشن يعني نقدر ننافس بها، لكن ما عندنا نحن اي انفراستراكشر حسن كلامكم ده ولا صحيحوني لو انا متشائم شديد. اخوان شكرا اخ معاويه. هو حقيقه هو ده الكلام كنت من قبل يعني ما عايز اقوله لكن عايز اسمعه حقيقه، انه يبدو انه نحن بنحتاج دفعه قويه، بنحتاج ثوره حقيقيه في مجال دفع القصه دي في الاتجاه الصحيح، دوره يعني مساله استراتيجيا شامله في كل المناحي، يجب ان يكون في نفس الدفعه حتى انه نستفيد من الفرصه القويه اللي احنا بنتكلم عنها. الاخ عمار شوف نعم استاذ صلاح يفتكر زي يقول حاجه زي الرافع صلاح. ايوه نعم نعم على كلامك. تفضل الاخ صلاح. الاستاذ محمد عمر قال كلام مهم جدا استفدت يعني اللي بدلوا فيه. طبعا انا قبل شوي كان حصل كاتوف لكلامي لانه كنت مسترسل فيه وما كملته كله، كان فيه نقطه مهمه جدا جدا هم حول انه تحويلات المستثمرين كانت تطبيق ضروري جدا في انه لا بد من تعديل سعر الصرف على الاقل لتحويلات المغتربين لانها this is the most lowest hanging fruit واسرع شيء ممكن ان يرفض البنك المركزي باحتياطيات نقد اجنبي immediately. الان المفروض والبنوك بتجهز في نفسها للمراسلات وكذا طوالي يقول لك يا المغتربين لو حولت انت نحن نصلح ندفع لك بالريت الفلاني، ريت يكون مطابق او قريب جدا من سعر السوق الاسود، لكن عشان ما يتورط البنك في انه يعلن تعديل لسعر الصرف معلن، لا يخلي الفرق ده عباره عن شيء في زي اللي يملكه البنك المركزي في انه يقول يا البنوك اتموا الفرق بين السعر انا الرسمي اللي انا معلنه للمغتربين بفرق اسمه حافز تحويل مؤقت او حافز تحويل باي تحت اي تسميه حتى ما يكون تغيير لسعر الصرف ايميديتلي اذا ما حبوا يعملوا كده، لكن الواجب انه يعملوه. بس عشان ايه هذا بيحدث؟ هذا بيحصل منه حدثين، واحد فيهم ايميديتلي بيحصل شوك لمين؟ لسه على التجار العمله اللي لسه قاعدين، انا اعرفهم لسه قاعدين في السعوديه وقاعدين في الامارات وقاعدين في الدنيا كلها قاعدين وللان بيشيلوا اموال المغتربين ويسلموا الناس جوا البلد. ده طوالي هيحصل اثرين، واحد فيهم اثر نفسي للمغترب نفسه واثر نفسي لتاجر العمله. تاجر العمله هيقول انا بعد كده ما لقيت ثاني مجال، خليني انا قروشي ذات اللي عندي الحق ابيعها بالسعر ده بدل ما تروح علي. فيبقى في الرش حق مين؟ تاجر العمله هيتخلص من الدولار والعمله الصعبه اللي عنده، والمغترب حيسلك الطريق ده شويه شويه بيعدل نفسه السعر نفسه لما تحصل تكون في بدات اي احتياطيات تنبني عند البنك المركزي على الاقل تبيل ريبهم شويه، فده بيؤدي في دوره الى تعديل السعر وفي البنك السوداني ما دام الحافز ده حافز مؤقت يقدر هو يخفض ويزيد زي ما يحب زي ما يعرف، لكن بطريقه حصيفه بانه يحاول دائما يكون في الاتجاه حق انه ينقص السعر، ينقص الى ان في يوم من الايام يتطابق السعر الرسمي مع السعر ده من واقع حقيقي يعرفه اخونا دكتور فاروق في معادلات كانها معادلات كيميائيه بين الوارد من العمله الصعبه سواء كان من تحويلات المغتربين او اعاده ورود الصادر او اللونز او الدعومات اللي تجي من برا، فكل هذه بطريقه معينه البنك المركزي مسؤول عنها انه يبدا يعدل في سعر الصرف حتى يصل مرحله ما تكون بضائعنا البنتيه او منتجاتنا تكون اغلى من يعني تظل منافسه تثبته على كده. طيب هو الواضح انه يا اخ صلاح انه حقيقه السوق الموازي الناس في السوق الموازي هم مور فليكسبل حاليا، طبعا في الوضع العادي طبعا المفروض البنوك والنظام المالي والمصرفي كده يكون اسرع في مواجهه التغيرات في السوق من السوق الموازي، لكن الواقع بيقول انه السوق الموازي حاليا عندنا هو اللي بيتحرك اكثر مرونه. اخي امام عمار شوف لي بعد افتكر عندي نقطه رسام بن عبد الباقي عندي نقطه هنا في تفضل اختصار شديد كلام استاذ صلاح ادريس ده كلام ممتاز جدا جدا، ما هو في النهايه البنوك
زي ما قال اخونا معاوية عمر انه فايتات في الكونفينينس الان عنده الفلكسبيليتي والكونفينينس وعنده الامكانيات سلمك بس انا في فكره بتاعه تعديل سعر الصرف. سعر الصرف فعلا عنده معادله حاليا انه عندك جاب في حصائل الصادر يعني 56%. تاخذ الجاب لما تحوله لنمبر بديك 1.4. ال 1.4 بتضربها في 30 اللي هو التضخم بتاع الدول الشبيهة أو الشركة التجاريين الجنبك، وبعد ذاك بتخط عليه الانفليشن ريت بتاعك في المتوسط ذكرته 143. الآن في تقدير أنا الشخصي في البروبوزل في البيبر بتاعتي للحكومة سعر الصرف يفترض يكون 185 تمام، وال 55 دي سعر طبعا يعني اوفر فاليود يعني مغيم بقيمته بشكل ما عادي يعني وما فير، وسعر السوق الأسود ال 250 ده برضه مبالغ فيه، فيبقى السعر هو somewhere. أنت هتعمل شنو كحكومة؟ السوق الأسود هتعترف به ولا على كيفك لأنك ما عندك موارد. فأنا أفتكر إنه تخط ال 185 كأساس لما تجيك منح من برا وزارة المالية تأخذ بال 185، ولو جات قروش المنظمات تأخذ بال 185 أفضل لها من إنه بنك السودان يفك لها قروشة بال 55 وإرادة ضعيفة هتكون بالنسبة لها. الحاجة الثانية هأعمل لحصائل الصادر وتحويلات المغتربين under table اللي هو سعر الصرف غير بسموه ما معلن يعني ما هأعلنه، هأرسل لبنك السودان الرواجع بالسعر الرسمي 185. لكن لما يجيني مغترب حريص عنده ديبوزيت وعنده حاجات بدوه بالسعر بلس الحافز اللي هو الاندايركت يعني هيدن حافز، وكذا اوتوماتيكلي يعني برجع الكونفينينس. وفي نفس الوقت هناك لما احصل الهيبك الديسيشن بوينت نقطه القرار بتاعت الهيبك هيجيني تمويل تنموي كبير جدا جدا. فكل بنك السودان ما بقى عنده في الصحف انا والله استلمت من المانيا استلمت من امريكا الاشعاع ده بيعمل الربكه زي ما قال استاذ صلاح ادريس وبعمل السكر للسوق الموازي وهكذا يعني. شكرا اخ فاروق. أنا كنت عاوزة برضو أرد على واحد من الأخ اللي قال هو ما متفائل في جانب برضو في سانكشنز الناس ما قاعدين يتكلموا عنه. الأخ معاوية إنه الدول ذات اللي بتفرض السانكشنز أيوة الأخ معاوية الدول اللي بتفرض السانكشنز هي نفسها بتتأثر سلبا بالسانكشنز دي. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعد 95 فرضت سانكشنز على 26 دولة، وفي دراسة اتضح إنه الحكاية دي نتج عنها خسارة تقدر ب 19 بليون دولار في القطاع بتاع الإكسبورت، بالإضافة لخسارة 200 ألف وظيفة كانت بتخلق سنويا في الحتة بتاعت في الأريا بتاعت الإكسبورت، وبالتالي خسارة حاجة بيسموها الويج بريميوم لأنه الناس اللي بيشتغلوا في القطاعات المرتبطة بالتصدير عندهم ويج بريميوم يعني الأجور بتاعتهم بتكون أعلى من المتوسط العام للأجور في القطاعات الأخرى، بالتالي خسارة في الضرائب وإيراداتها وهكذا يعني. فبالتالي أنت إحنا لازم إحنا لما نروح الآن الاقتصادية المفروض إنه السودانيين يفكروا بها في مرحلة ما بعد الخروج من الليست بتاعت العقوبات وغيره، هي إنه الآخر ده حتى اللي كان فارض عليك هو برضو متأثر. في تأثير برضو indirect بيتمثل في إنه الـ unreliability of the American suppliers يعني الحكومة اتضحت في الدراسة دي برضو إنه الدولة اللي بتكون فرضة للsanctions في غالبا طبعا قاعد تكون يا الـ EU يا الولايات المتحدة الأمريكية، لما تنتهي مسألة العقوبات مع الدول الثانية مثلا زي كوبا والسودان وسي سيريا on the way وغيرها بيحصل انه لاحظوا انه ما بي العلاقات الاقتصاديه ما بترجع بصوره زي كويك، يعني ما بتقدر الشركات الامريكيه تدخل بسرعه في الاقتصاد اللي كانت مقاطعه نتيجه لانه بتبقى unreliable suppliers يعني سبلاير غير. فبالتالي البوليسي decision او البوليسيز خليني اقول advice for decision makers in Sudan now انه ما تحاول تركز الان في التايم بينج القصير ده على الشركات الامريكيه يعني طيب هو زي ما مجالاتك للآخرين يعني خلي عندك باسكت من المتعاملين وايدر فيها يعني باسكت من المتعاملين الخارجين فيها كم فيها ساعة الجميع يعني انت زي ما قلت انت زي ما قلت في زي ما قلت في البداية وقصبنا انه هي تأديب للجهة اللي وقع عليها الحظر، وده الحظر يعني هما
بياخذوا زي ما تقول بياكلوا في لحمهم حتى انه يفرض على السودان انه والله ثاني ما تعمل كذا. افتكر ذا الكلام بالضبط كذا. اخ عصام لو جاهز تفضل في دقيقتين ثلاثه. السلام عليكم ورحمه الله، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم جميعا، نورتونا وعلمتونا. انا عايز اعكس لكم تجربه ثلاث شركات استثماريه وبعدك بقول لكم باك فهمي. في شركتين كبار جدا في السودان بينتجوا منتجات زراعيه وبيصدروها لصالح دول وما بيراجع منها اي شيء، ودي لو كانت شركات سودانيه وما حاجه فيها تكنولوجي شديد ولا فيها قروش كثيره كان ممكن يعملوها السودانيين باي صوره من الصور الناجحه لو عندنا فهم وعندنا عندنا يعني تخطيط وعندنا قياده. الناس بيصدروا برسيم بملايين الاطنان كل سنه وما بيجي راجع من اي عائد للدوله، وهنا جوا مشغلين اجانب وعماله قليله جدا، ما انتنسيف ليبر، فيري لو ليبر، وجايبينهم من برا ما خاتين سودانيين، والمدراء كلهم والوظائف الاساسيه كلها جانب. في شركتين ثلاثه اربعه موجودات، وفي شركه فنانه جدا جدا بتنتج وتبيع في السوق المحلي انتاج كبير جدا جدا من الالاف، وبتنزل تشتري من السوق الأسود وبتودي القروش بتاعتها لبرا. فمعناها الشغلانة دي مقدودة 50 قد من ناحية قانونية ومن ناحية فهم ومن ناحية تخطيط ومن ناحية استثمار. ولما بروح قال الحكومة طبزت عينها جابت زول اشتري الدولار من جوا، من هنا انت جوا بجناس سوداني وبيع بجناس سوداني يشتري الدولار ويهرب برا. يعني الكلام اللي سمعناه من الناس الكتار هنا الليلة وجزاكم الله خير ومن المعلقين وكده، عاوز شغل بتاع يعني هارموني بين مالتي تراكس وفي الستيت سيستم، وعايزين ستيبل جاستيس سيستم، ودايرين دولة منسقة منظمة مكربة مطورة مربطة عشان تعمل الشغل ده. والشغل ده ما بيجي إلا إذا كان عندك ناشونال استراتيجيك بودي تو ليد أول ذي سيستمز ويخلي كل واحد تو بلاي إتس رول، وده ما موجود هسه. يعني زي أنتوا عايزين تشتغلوا على ميزو سيستم ومايكرو سيستم والماكرو سيستم فوق ما موجود، يعني اي ميس الاستراتيجيك بودي في الحته دي. بعدين انتوا كلكم عايزين تعملوا امبروفمنت لحاجات، وير از ذا موديل فور امبروفمنت؟ هتشتغلوا بياتو موديل، ما شايف اي جهه تكلمت عن موديل اوف امبروفمنت اشتغل به كويس. If the model of improvement is missing, we are just having suggestions واقتراحات. دي كلها اقتراحات، دي كلها proposals for changes. لكن what is the model for improvement والoutcomes بتاعته شنو؟ وال يعني المسألة دي جد كتر خيركم بارك الله فيكم، لكن أخذوا سايت أمشوا على الناشونال استراتيجي والمين درايفرز والسكندري درايفرز فور تشينج والكونسيبت فور تشينج، وبعدين يكون عندنا model for improvement. وجزاكم الله خير. شكرا اخ عصام. وطبعا يعني نحن قبلكم طلعنا للمستوى بتاع 30 الف في قدم، نحن ما في المرحله او ما في المقام بتاع انه نحن نفصل التفاصيل دي، لكن اكيد انا معك المساله بتحتاج تفكير وتخطيط استراتيجي حتى انه الواحد يحسب حساباته منو حيعمل شنو كيف. جهز لي الاخ شازلين حتى ما نعرض لل السؤال بتاع أخونا أنس كركور على ما أعتقد، بيقول from where do we start the relationships with the different countries to build up our economy. إبراهيم لو جاهز افتكر السؤال ده يعني بيمشي لك أو بيمشي للأخ سيف. سيف معانا افتكر العلاقات الدولية. سيف معانا الميكروفون معك. معاكم مساء الخير. في عجالة العلاقات الدولية يبدو أنه أنا كنت طلعت فوق ونزلت لأنه شفت المسألة بتتوسع كثير، لكن جاءنا سؤال. أخونا سيف طبعا برضو من الناس اللي اشتغلوا كثير جدا في الأمم المتحدة وليه دراية في العلاقات الدولية. تفضل أخ سيف. لو تعيد لي السؤال بس أخوي. السؤال بيقول I would like to ask a question if you don't mind. From where do we start our relationship with the different countries to build up our economy? افتكر السؤال معناه طبعا المحيط الاقليمي المحيط بالسودان حاليا. انا افتكر سؤال هو فعلا مهم جدا جدا، التاثير والتاثر بالدول اللي حوالينا، ويعني ما بقول اطماع ولكن اهتماماته في وضعيه السودان.
طيب اولا وبعدها يمكن عندي بعض التعقيبات، لكن خليني اجاوب على السؤال. يعني رغم الثلاثين سنة الصعبة اللي شفناها، السودان ما زال له موقع خاص دوليا إقليميا ودوليا، يمكن إلى فقد إلى درجة كبيرة جدا الموقع اللي كان بيتمتع به كدولة لها موقع جيوستراتيجي مهم جدا جدا، ودولة تعتبر في الجغرافيا العالمية رابط ما بين أوروبا وما فوقها وأفريقيا. أفريقيا اليوم بتشهد حركة تنموية رهيبة جدا جدا، السودان معزول منها، يعني هناك تحرك رهيب. أعتقد البداية ما صعبة، يعني أن لأن السودان له موقعه الخاص بالنسبة للإقليم، بالنسبة لدول الخليج السودان له موقعه بالنسبة للأوروبيين. لاحظ الانترست الأوروبي في السودان اليوم يمكن يفوق بعشرات المرات الانترست الأمريكي، لأنه أمريكا في فترة من الفترات يعني الأنظمة الإدارات اللي كانت موجودة كانت جاهلة إلى حد كبير، أو كانت متأثرة بالحركات اللي كان بيقوم بها النظام السابق دون أن تنظر فعلا إلى أنه. لما الأمريكان نظروا فعلا إلى السودان كبوتنشيل، الآن هم من يحاول أن يكسب الأرضية مرة أخرى ليبدأ إلى أن يتحكم في الأمور المتعلقة بالسودان، وإلى أي مدى سينجح له. فأنا ما بعتقد أنه عندنا إشكالية، الإشكالية أن ننظم البيت الداخلي أولا. إحنا لازم نتنظم، يعني الكلام اللي قاله الأخ عصام فيه قدر كبير جدا من الحقيقة فيما يتعلق بأننا فعلا نحلق في الفضاء، بينما عندنا قضايا أساسية ومحورية. الفرصة اللي تحدثت عنها أخي دكتور صلاح، أن السودان ده الحدث الثاني الأهم في تاريخه، أنا أوافقك تماما، لكن انظر إلى مصر 74 مع الانفتاح الاقتصادي في مصر. ماذا أتى الانفتاح الاقتصادي في مصر للمواطن المصري؟ ماذا استفاد؟ الخطأ اللي ارتكبه السادات في 74 يجب أن نتعلم ذلك الدرس الآن. إحنا اليوم مجتمعات استهلاكية، السودان الناس ما لاقية تأكل فيه الأكل الطبيعي، عندنا طبقات بتستورد كافيار. This nonsense has to stop. يعني إذا كنا فعلا، يعني من هنا موضوع الاستراتيجية الكلية ضروري جدا، لأن العملية دي لا تتناول اقتصاديا فقط، هذه العملية يجب أن تتناول اقتصاديا وتتناول سوشيو ايكونوميكلي وتتناول بتخطيط استراتيجي صحيح وعلمي وأساسي، وإلا محل ما أنت تحاول تسدها حتلقى انقدت في حتة تانية، لأنه العملية عملية صعبة. أنا بعتقد عندنا culture of corruption في البلد، خلاص ده بقى أصبح بيجري في الدم زيه وزي المكونات الدم، الفساد اللي موجود. فإذا ما لم يحارب هذا الفساد هيكون عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا. بعدين let us wake up and smell the coffee فيما يتعلق بأحلامنا بموارد لن تنضب. العالم الاقتصاد العالمي خارج من كوفيد، دول المانحة اقتصاداتها تأثرت تأثير كبير جدا جدا. أنا بعتقد يجب أن نواجه الحقيقة ونعتمد على أنفسنا، حتى ولو أمر يأخذ زمن ما في إشكالية، خلونا نطلع من الحفرة اللي وقعونا فيها الجماعة ديل شوية شوية، ما نستعجل. يعني أنا ما بتوقع استعجال، لأنه إذا لم نعالج المواضيع بصورة كلية حتخلق لنا مشاكل أكثر. ختاما عايز أتكلم عن فعلا البعثة.
البعثة قد يكون السيد رئيس الوزراء في فترة من الفترات شعر بأنها مخرج، لكنها ممكن تكون مقلب. ما لم نحن نكون عارفين إحنا عايزين إيه وإحنا عايزين نصل لإيه. وهنا خليني أقول حاجة واحدة، لن تنجح هذه البعثة ما لم يكون في جدية. تتكلم عن ياتو بعثة يا أخ، البعثة الأممية اللي يفترض البعثة الأخيرة أنت ماس. هذه البعثة لن تنجح ما لم أولا ويعني يمكن بتواضع أنا اشتغلت في أكبر بعثات الأمم المتحدة في المجال ده، واشتغلت في أصغر وأقلها أهمية اللي هي لبنان. لبنان البعثة ما قدرت تعمل حاجة لأن السياسيين ما قدرين يعملوا حاجة. العراق ما نجح الجانب السياسي، نجح الجانب الكان الإنساني والتنموي، لكن لم ينجح الجانب السياسي في تحقيق المطلوب لأن العراقيين ما كانوا جادين. ما لم يكون في جدية من الأطراف المعنية بالعملية السياسية في السودان، بعثة الأمم المتحدة is a waste of time. حيصرفوا القروش فعلا كما قال أخوي إبراهيم، الموارد معظمها حيتوجه إلى البعثة، وفي البعثة الصرف حيكون مركز أساسا على المرتبات. البعثات دي أعداد كبير، واضح السيف انه في الله اعلم هيدن اجندا، لانه ما معروف الطلبه البعثه. طبعا ظاهريا طلبه الاخ حمدوك او رئيس الوزراء، ولكن انا اتخيل انه في هيدن اجندا قد تكون فرضت او هكذا. على العموم شكرا جزيلا. المساله بتاعت الاهتمام بالعلاقه الاوروبيه المفروض يكون اكثر بكثير من امريكا. المشكله انه امريكا، هل أوروبا المجموعة الأوروبية عندها حد say right now إنها مثلا تحدد اتجاهها زي ما تريد؟ أنا أفتكر ما زال في مشوار طويل جدا، وفي عراق حاصل بين المجموعة الأوروبية والأمريكان في عدة محاور حاليا. الأوروبيين ما وصلوا لهذا المستوى بحيث يقول والله يعني we turn towards Europe ونتجاهل أمريكا، حاليا حتكون شوية صعب. الأخ شازلي لو جاهز، لو ما جاهز في سؤال في الشاشة. لا جاهز. تفضل. السلام عليكم. تفضل. كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة شكرا جزيلا على التنظيم الجميل وإدارة الورشة بصورة احترافية، شكرا لكم كثيرا. أنا جمعت بعض المشتركات الموجودة يعني من كل المتداخلين، أنه هو سؤال، هو إجابة لسؤال: هل السودان جاهز إداريا وإجرائيا واقتصاديا لاستقبال رفع اسم السودان من قائمة الإقاب؟ شايف الناس يمكن في زي توافق يعني عام كده حول السؤال ده. الشيء الثاني بالنسبة للدكتور فاروق، بالنسبة لسعر الصرف والتضخم في السودان، لأنه أكثر الناس في الشارع السوداني بتسألوا ما أثر رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في المدى القصير على معاش الناس. فأنا ما أعرف، أنا عندي شكوك بأنه يعني سعر الصرف هو بيقود التضخم في السودان يعني في العشر سنوات الماضية. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ إيه احتمال النهاية. الإضاءة الثانية اللي هو إلى أي مدى أنه حيكون في تنسيق ما بين يعني السياسة المالية والسياسة النقدية اللي هو بنك السودان ووزارة المالية؟ حاسب أنه في جاب كده في تواصل ما بين المؤسستين دي. بالنسبة للتخطيط، أيوة السؤال الثاني والتعقيب اللي هو التخطيط الاستراتيجي، أنا حسب تجربتنا في خليجنا يعني التخطيط الاستراتيجي المحكم اللي هو عن طريق الحوكمة، هم يفترض أنه التخطيط الاستراتيجي بمصاحبة الحوكمة في القطاع العام هيأثر بصورة إيجابية على القطاع الخاص، يعني أوتوماتيك القطاع الخاص بالحوكمة لو حوكمنا القطاع العام. وما خلينا أخشى السؤال طبعا بيرجعنا للمسألة البيضة قبل الجدادة والجدادة قبل البيضة.
فالاستراتيجية مهمة جدا جدا. طبعا العالم العربي سبقنا بأنه كان عنده قروش في جيبه واشترى كل الحاجات دي، اشترى الاستراتيجيات واشترى الناس اللي بتنفذ وكذا. فحقيقة هو سؤال صعب جدا جدا في الحال بتاع السودان. لكن الأخ صلاح لو تقدر تجاوب في المسألة بتاع التنسيق بين الجهات في معالجة الأمور، زي سؤال الأخ الشاذلي. في ساعة حاليا 8 بتوقيت السودان، فلكن ادينا رد سريع لو سمحت. جدا أيوة حاضر. أنا زي ما ذكرت في معرض حديثي السابق إنه الإيكو سيستم كله لازم يتناغم مع بعضه في التنسيق. لكن هنا يعني وأشكر أخوي الدكتور عصام عبد الباقي في إنه ذكر الناشونال استراتيجي بلان في الرابط للأشياء دي كلها، لكن مش بطريقة يعني استبداء ولا طريقة طلب، لا، الرابط لها الرسمي هو أن يكون للدولة خطة استراتيجية قومية. تجي حكومة، تروح حكومة، أي وزير يروح وزير، كلهم كل حد بيدي دوره في إنه يحط طوبة في البناء المستمر اللي هو دائما بيكون خطة عشرية، خطة عشرينية أو كده يعني. طيب يا أخ صلاح، أنا أسأل سؤال مباشر هنا. طبعا المجموعة دي زي ما نحن عارفين فيها كمية من، أنا كل واحد فيهم بعتبر بيت خبرة حقيقة، وكل حين وآخر نحن نتكلم عن how can we penetrate يعني صانعي القرار حاليا في أنه نصل لأذهانهم ولقلوبهم بحيث أنه يستمعوا للناس اللي عندهم الرأي والفكرة. أنا ما أعرف إذا كان الأخ الصادق موجود، الصادق موسى، البروفيسور الصادق. بروفيسور صادق موسى، أنا بقول في الحتة دي قبل الصادق يدخل، بقول رد لدكتور عصام، أقول لهم إحنا مجموعة جزء من الـ يعني المجتمع، يعني ما عندنا ولا واحد فينا عنده سي على أي جهة من الجماعة. في احتمال في جماعة بيجتمعوا بأذن صاغية قد يستفيدوا من الكلام ده، وفي جماعة قد يكونوا بيمدوا بلسانهم لنا يعني بطريقة أو بأخرى يعني. فعشان كده نحن بذمتنا إننا نقول الكلام، اللي ياخده ياخده ولا ما ياخده يعني الزمن بيثبت إنه ده كان كلام كويس. طيب شكرا. في نص أقل من نص دقيقة في سؤالك الأخير، المنتوج النهائي والأوراق كلها من الأوراق الاقتصادية المصرفية تحت البيئة كلها حنعملها في يعني زي ما بقولوا فولدر واحد، وحنسلمها إن شاء الله للديسيشن ميكرز من رئيس الوزراء لحد أصغر زول. طبعا نحن بنسلم بعد ذلك، ما مسؤولين من البوليسي امبلمنتيشن. لكن مهم، معليش يا فاروق، مهم جدا إنه أوراق السياسات اللي هي المخرج بتاع المنتدى الاقتصادي تابع الباحثين السودانيين، أوراق السياسات دي حتكون اكسسبل للجميع. يعني احنا ما عاملين الحياة دي عشان نشيل نديها للحكومة التنفيذية وبعدين لو ما عملتها. ده ما حصل في المؤتمر الاقتصادي، وحصل قبلها في الورشة القطاعية اللي حصلت قبل تكوين الحكومة نفسها، ويقوم الوزير يمشي يخطها في درج ولا كده. احنا هنخلي أوراق السياسات اكسسبل للجميع لأنها هي للجميع أصلا. بعد كده اللي نفذها منه دي تبقى مسؤولية الزول الثاني وليست مسؤوليتنا. نعم. في ثانية برضو سؤال أستاذ شاذلي جاوبته سريع، إنه بسبب العقوبات نحن بنطبع لأننا مقفولين من التمويل الخارجي، فحصل لنا نمو ضخم جدا في عرض النقود. أي نمو أكثر من المستهدف في عرض النقود بأثر على سعر الصرف الموازي وتبي ترانسليت في الانفليشن. عشان كده عايزين تمويل خارجي عشان نوقف الحلقة دي. شكرا جزيلا. الحقيقة سعيد جدا إنه نحن نجحنا نجاح كبير جدا في النقاش ده، إنه نفتح أسئلة زيادة للمرحلة الجاية، نفتح أسئلة كثيرة للقاءات قادمة. طبعا يعني في النهاية نحن عايزين نقدم الاقتراحات متكاملة، فأتخيل نحن فعلا يعني عندنا دور في إنه نتقدم لقدام ونحدد أمور أخرى يجب أن تناقش مرة أخرى. وسعيد جدا جدا بمشاركة الإخوة صلاح والأخ فاروق والأخت سبنا
وسعيد جدا جدا بانه شاركونا الاخوان ابراهيم وسيف يعني فليكسبلي فعلا شكرا لكم. وسعيد جدا بالحضور الكبير اللي اليوم كان معنا اكثر من 51 متابع، ما بعرف كم في الفيسبوك، لكن حقيقه يبدو انه كان يعني مدخل جيد جدا. شكرا لكم، والحمد لله برضو انه انتهينا في الوقت تقريبا 5 دقائق بعد الوقت، وهذا برضو انجاز كبير جدا. شكرا 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 جزيلا لك يا باشمهندس جمال على الاداره الرائعه جدا للمنتدى، ونذكر الناس انه مآلات ازاله اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب هي في عده قطاعات وعده يعني محاور، احنا ده الجزء الاول منها، وان شاء الله زي ما ذكر الاخ حسام كل واحد من المتحدثين كل المشكورين كان ممكن يكون عنده ندوة براو في الموضوع صحيح. اللي يتكلم عنه، فإن شاء الله حنواصل إحنا في المنتدى الاقتصادي. شكرا جزيلا لكم، شكرا. نيابة عن بروفيسور الصادق برضو أشكر الجميع على شاركوا يعني. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. السلام.